شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بنتيجه 94-71 في جيم 6، وكده يتصدر النادي الاهلي المجموعه ويتاهل لرواندا في الفاينلز ان شاء الله في كيجالي في شهر مايو القادم كاول المجموعه. وده يعني ان احنا ان شاء الله في دور الثمانيه قد تكون مباراه يعني سهله نسبيا قبل النهائي والنهائي. بفكر حضراتكم طبعا انه النادي الاهلي هو حامل اللقب، الف مليون مبروك التاهل للنهائيات. طبعا هنروح لصاله نادي النادي في كره الطائره وماتش الاهلي وبتروجيت واللي خلص منذ لحظات بنتيجه 3-0 الفريق الرجال. مبروك الرجال. يبقى اذا كره السله فازوا النهارده ورجال كره الطائره فازوا 3-0. فاضل عندنا مباراه لسه شغاله وهي مباراه الاهلي والسجون الكيني اللي بتتلعب في صاله الامير عبد الله الفيصل واللي موجوده معانا على الشاشه. طب خلينا نروح نتابع ما تبقى من الشوط الثالث اللي متقدم فيه النادي الاهلي ونرجع بعد المباراه. مبروك نتيجة المباراة الثالثة، نتيجة 3-0 لفتيات الذهب على السجون الكيني بالرغم من صعوبة المباراة. والشوط الأول خلص 25-21، الشوط الثاني خلص 25-18، الشوط الثالث خلص 25-19. والنقطة الأخيرة اللي شفناها مع حضراتكم، إذا هو يوم أهلاوي باقتدار، 3 فوز من 3 لقاءات. بفكركم كمان بفريق كرة اليد اللي لعب سيمي فاينل النهارده، سوري، لعب الثالث والرابع في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس اللي بتلعب في الجزائر في مدينة وهران واللي فاز فيها بالميدالية البرونزية. كنا أكيد نتمنى الذهبية ولكن إن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. برحب بضيوف اللي منورين للمرة الثالثة النهارده. كابتن سلعاوي أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن. كابتن طاهر رجب أهلا بحضرتك. كابتن محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كابتن نادر أهلا بحضرتك. كابتن محمد النهارده يوم جميل، يعني أكثر المتفائلين ما كانش يقول ابدا ان احنا نفوز على السجون الكيني 3-0. يمكن بتوجيت كنا متوقعين نوعا ما هذه النتيجه، ولكن مباراتنا مع السجون الكيني خاصه ان هو من ثالث الفرق الافريقيه اكبر تاريخ في الحصول على البطوله بخمس القاب، فريق ليها تاريخ، فريق ده شكله حلو في الملعب. تفسر بيه النهارده الفوز السهل لفتيات الذهب النهارده في السجون الكيني. ألف مبروك يا كابتن هيثم لحضرتك، وألف مبروك للنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي. الحمد لله احنا بنكمل سلسلة انتصارات من امبارح، يمكن احنا كمان معانا كاتب كورة، فالحمد لله يعني احنا ماشيين بخطة ثابتة إن شاء الله نحو البطولات وحصد مزيد من البطولات. النهاردة كان السجون الكيني هو بدأ بداية قوية زي ما شفنا في الشوط الاول، ولكن هو الشوط الثاني خلاص بدات القوه بتاعته تنهار، او يعني هو قال خلاص انا كده كده دي مجموعه ونتقابل في النهائي، مش فارق بقى خلاص بالنسبه له، هو كده كده متاهل هو والنادي الاهلي، متاهل هو والنادي الاهلي، ويبدا بقى يشوف بقى هو هيبدا ياخد من المجموعه الثالثه. فيعني الحمد لله ان احنا يعني ربنا اكرمنا. وكابتن ابراهيم بصراحه انا بحييه ان هو كان قارئ جيد للمباراه وللفرقه اللي قصاده. بدا ان هو لما قفل على مفاتيح اللعب في الشوط الثاني، احنا شفنا هو تقريبا خلص بالارسال، يعني كان النتيجه 25-8. الشوط الثالث يمكن هم رجعوا شويه تاني معانا، كان في نديه، ولكن خلص الحمد لله 25-19. ويعني الحمد لله رب العالمين، الف مبروك ان شاء الله. احنا نبدا نشوف بقى عندنا دور ال 16 ان شاء الله. دور ال 16 ان شاء الله. طيب نتنقل على النادي النادي، صاله النادي النادي وفريق الرجال اللي خلص بالفوز على بتروجيت 3-0. طيب النهارده الروتيشن كان اخباره ايه؟ اللعيبه عامله ايه؟ خاصه ان نادي الزمالك تاهل بعد الفوز على طلائع الجيش 3-2 واصبح هو الطرف اللي هيلاعبنا بكره ان شاء الله في النهائي. مباراه بتروجيت مشت كويس، مستر فرناندو من وجهه نظر حضرتك يا كابتن محمد ادار اللقاء ازاي؟ يعني هو احنا كنا توقعنا الاول مع حضرتك كابتن هيثم في البدايه ان هو هيغير اللعيبه، هيبدا باللعيبه اللي هو ما بداش بيها في النهائي بتاع افريقيا، وظهروا النهارده، ظهر النهارده سيف عابد بمستوى كويس معانا، كان عبد الحليم عبو ومحمد محسن النهارده برضو كانوا سنتر بلوك، ظهروا مستوى طيب. يعني انا شايف بصراحه هو ادار الموقف يعني بفكر عالمي بصراحه، ان هو فضل طول ماشي البطوله هو معاه الفرقه بتاعته بيغير فيها زي ما هو عايز، بيبدل فيها. جه النهائي بدا بعبد الله عبد السلام، جه النهارده هو ادى لعبد الله النهارده على فكره مساحه في ماتش بتروجيت، يعني هو احنا النهارده احنا شايفين عبد الله ما شاء الله بيكمل الماتش، وهو تقريبا هو اللي نهى الماتش، واخد بال حضرتك؟ فانا بصراحه لا، انا شايف ان هو ادار بصراحه البطوله
بروعه شديده، والنهارده في ماتش السيمي فاينال، وان شاء الله بكره عندنا. انا شايف ان هو هيفاجئ بكره فريق نادي الزمالك بتشكيل جديد خالص، زي ما هو احنا متعودين معاه ان احنا اتفاجئنا في السوبر واتفاجئنا في الدوري وفاجئنا في افريقيا برضو. نعم. وان شاء الله بكره ان شاء الله تبقى مفاجاه لينا، وان شاء الله يكون النصر حلفنا. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن نادر، النهارده يعني عايز تعليق حضرتك فنان عن المباراتين، مباراه السجون الكيلو، طبعا دي كانت المباراه الاصعب بالنسبه لنا النهارده في الاختبار الاول لفريق فتيات الذهب، ومباراه بتروجيت اللي تاهلنا بعد الفوز للمباراه النهائيه لمباراه نادي الزمالك غدا باذن الله. اتفضل يا كابتن. في البدايه طبعا بهنيك وبهني جماهير النادي الاهلي بالفوز الحمد لله في مباراه الباسكت النهارده ومباراتين الفولي للرجال والسيدات، وان شاء الله دايما كده يا رب. النهارده في ماتش السيدات كابتن ابراهيم، انا شايف ان هو كان قاري الماتش كويس جدا جدا، بدليل الشوط الثاني كان توجيهاته كانت دايما بالارسال. انا شايف بتفرج على الشوط تقريبا خلص بالارسال، رساله موجهه، خلص بيه الشوط وركب بيه الماتش خالص، يعني حتى نفسيا كان الماتش كان رايح ناحيه النادي الاهلي. نعم. كويس، لكن طبعا ده مش نهايه المطاف، لسه قدامنا الدور 16، لسه البطوله قدامنا، لسه مشوار طويل، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله. ماتش الرجال، انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا مع فرقته، الفرقه ما شاء الله فايقين، واتوقع ان شاء الله ماتش بكره الفوز للنادي الاهلي باذن الله، وناخد كاس مصر باذن الله. ان شاء الله. استاذنك يا كابتن، يعني نرجع لصالة الأمير عبد الله الفيصل والزميلة العزيزة منة المنيسي، ولقاء مهم الحقيقة في أول زور ليه بعد المنافسات اللي فاتت، سواء السوبر المصري أو الدوري أو الكأس. كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق السيدات، اتفضلي يا منة. كابتن هيثم، برحب بحضرتك وبرحب نجوم استوديو التحليل بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. احنا لسه موجودين في الملعب، وبعد الفوز طبعا بعد فوز فتيات الذهب على السجون الكيني النهارده، واول لقاء النهارده مع كابتن ابراهيم فخر الدين. كابتن برحب بحضرتك الاول على شاشه قناه النادي الاهلي، والف مبروك الفوز النهارده. تحب تقول ايه بعد فوز النهارده؟ بشكر الجمهور اللي بيوقف ورا الفريق، وبشكر الفرقه، ادائها النهارده احسن من الماتش اللي فات، فهناخد يوم راحه ومنتظرين نتائج المجاميع كلها اللي بعد كده. حضرتك شايف طبعا اكيد متابع كل المباريات، شايف مستوى البطوله السنه دي عامل ازاي، وبتسعى لايه بالظبط، وبتجهز لعيبتك بشكل ازاي؟ هو في فرقتين قويين من كينيا، وطبعا الزمالك مع والاهلي، هم دول يمكن الاربعه اللي بيتنافسوا دلوقتي. يمكن امبارح شفنا ماتش ايزي جدا، ماتش سهل كان بالنسبه لكم، ما كانش فيه اي صعوبه خالص. ماتش النهارده كمان يمكن الشوط الثالث كان احسن شويه، كان فيه منافسه شويه بس كان حلو، يعني احنا كنا لسه مسيطرين. بتجهز اللعيبه ازاي قبل المباريات؟ بنجهزها طبعا، ان لو احنا عندنا معلومات بنعمل معاهم محاضره نشرح فيها فيديو او خطط لعب الخصم بيعمل ايه، واحنا هنتصرف معاهم ازاي او هنهاجم ازاي. الحاجه الثانيه ان احنا هنا احنا بنلعب الماتشين دولت اللي احنا الاولاني والثاني دوت، ما عنديش معلومات عن حاجه، يعني احنا المفروض المنظم خد الافتتاح وعنده فاضل له ماتش واحد، لازم ياخد بعديها يوم راحه، وبعد كده يلعب الماتش اللي فاضل، وبعدين ياخد يوم راحه ثاني. ما ينفعش العب ماتشين ورا بعض ما اعرفش حاجه عن الفرق، الفرقه الثانيه بتتفرج عليا وانا ما بتفرجش عليها، وبعد كده استنى يومين بدون لعب وانتظر بقى المجاميع تاني. ما اعرفش انا مستغرب من الموضوع دوت. طب هتتغلب على ده ازاي؟ اهو تقدر تساعد اللعيبه. خلاص هي حصلت، فاحنا مستنيين الدور اللي بعده بقى، خلاص هنتقابل بتاع ده رابع المجموعه الثالثه. بالنسبه لحضرتك الفرق اللي شايف ان هي صعبه او هتبقى فيها تنافسيه شديده، كينيا والزمالك. تيتيانا عامله ماتشات حلوه قوي، شايف وجودها او تاثيرها في الملعب شكله عامل ازاي؟ هي كمان روحها حلوه قوي، يعني ما بين اللعيبه هي بتشجع الكل حقيقه. لا هي اندمجت مع اللعيبه بتاعتنا الحمد لله، بقى في تالف ما بينهم، وهي فعلا عنصر مؤثر جدا في الماتش، وسهلت علينا النهارده لان بقى البلوك مركز معاها وناسي بقيه اللعيبه الثانيه، فده كان بالنسبه لنا مفيد برضه. هتعملوا ايه النهارده؟ ريكفري، انا كنت سامعه حضرتك بتقول ريكفري، هتستعد ازاي للماتش اللي جاي النهارده وبكره؟ النهارده ريكفري، بكره في ناس هتاخد اجازه والباقي هيتمرن، وبعد كده الناس اللي لعبت هي هتريح النهارده بكره وتمرين خفيف بعد بكره، وبعدين ننزل على الماتش. لسه ما نعرفش هنلعب مين بقى لغايه دلوقتي، لان لسه المجموعه ما خلصتش. بشكرك جدا يا كابتن، بالتوفيق. شكرا، الف شكر. متشكر. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن ابراهيم فخر الدين مدير الفني للفريق. الحقيقه يعني اتكلم اكيد في عده نقاط النهارده، وبرجع لحضرتك مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. الزميله العزيزه منى المنيسي، بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم جدا مع كابتن ابراهيم فخر الدين. الحقيقه ده اول مره يظهر على اي شاشه
ويتكلم عن الفرقه بعد الانتصارات المتتاليه. النهارده كانت شكوته او يعني النقطه اللي شايف ان هي مش يعني غريبه او مره تحصل انه يلعب مباريتين وياخد يومين راحه، فيعني ده الحقيقه القرعه يمكن فيها شويه. هو كان طالب او يعني المطلوب او ده الطبيعي، تلعب مباراه تريح يوم، تلعب مباراه وتريح يوم، تلعب دور الثمانيه، انما تلعب مباراتين ورا بعض في الوقت الفرقه الثانيه ما لعبتش. طب احنا حصل معانا كده ليه؟ لان مجموعتنا عباره عن ثلاث فرق، وهسمع طبعا راي ضيوفي. الحاجه الثانيه البلوكات، النهارده اتكلم عن دور تيتيانا ازاي كان كل الفرق طبعا بتبقى البلوك حادف عليها شويه، وده ادى فرصه للمدافع او مدافعنا الاخرى تشتغل بشكل جيد، ده حاجه كمان هو ذكرها، واهتم جدا بالريكفري وان هو يحاول يريح اللعيبه اللي شاركك. اسمع تعليق حضرتك وكباتن النادي الاهلي في الكره الطائره كابتن نادر، اسمع تعليق حضرتك على كلمات كابتن ابراهيم فخر الدين. طبعا كابتن ابراهيم طبعا عنده حق طبعا في اللي هو بيقوله، من حقه ان هو يشوف اللعيبه اللي هو الفرقه اللي هو هيلعبها بعد كده. نعم. يعني هو بيلاعب فرق ما شافهاش قبل كده، وطبعا ما عندوش فيديوهات ليها، ما عندوش سكاوتنج ليها، فطبعا من الصعب جدا ان هو يعني شغله هيعمله ازاي في الملعب، فلازم يتفرج على شوط. نعم. يبتدي يشوف نقطة الضعف والقوه وابتدي يبتدي يشتغل عليهم، فدي. نعم. طبعا حاجه صعبه جدا جدا. نعم. كويس. بالنسبه للريكفري طبعا من حقهم اللعيبه يعملوا ريكفري، مخلصين دوري وكاس والسوبر، ثلاث بطولات ورا بعض، وفترات الراحه طبعا قليله جدا. نعم. فطبعا لازم اللعيبه اللي شاركت بشكل مستمر لازم تعمل لها ريكفري، واللي شارك يعني على مراحل قليله بيكملوا تمرين مفيش مشكله خالص. اشكرك يا كابتن نادي، وخلينا نرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره والزميله العزيزه منى المنيسي ولقاء مع صانع العاب الفريق سهيله وفيه. اتفضلي يا منى. كابتن هيثم من جديد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي معانا واحده من نجوم الفريق سهيله وفيه. سهيله الحمد لله على السلامه الاول، انت راجعه من اصابه وماتش اكثر من رائع، تحبي تقولي ايه بعد ماتش النهارده؟ اولا الله يسلمك، شكرا قوي، وحابه ارحب كابتن هيثم السعيد لهاي وحابه اقول ان الماتش النهارده كان ما اقدرش اقول ان هو كان صعب قوي ولا كان سهل قوي، كان افتتاحيه يعتبر بالنسبه لنا او يعني ده اول ماتش ان احنا نفتتحه مع فرق كينيا وكاميرون والناس دي. لعبنا الحمد لله كويس وصلحنا اخطاء جوه الماتش يعني الحمد لله. انتي طمنينا عليكي، انتي عامله ايه بعد الاصابه؟ ما شاء الله انتي زي الفل في الملعب، ما فيش اي حاجه خالص. الشوط الثالث تحديدا كنتي متالقه جدا فيه، طمنينا عليكي. شكرا. انا اصابتي الحمد لله يعني انا احسن كتير قوي من الاول، برجع واحده واحده، يعني تقريبا 90-95% انا الدنيا الحمد لله بالنسبه لي كويسه، فبس ان شاء الله يعني خير بقى في الفتره الجايه. خليني اسالك زي ما سالت كابتن ابراهيم من قبلك، شايفه اصعب حاجه في البطوله السنه دي ايه؟ شايفه اصعب حاجه البطوله الايماجينيشن بتاعنا، يعني ان احنا متوقعين احنا داخلين نلعب كينيا، داخلين نلعب كاميرون، بس يعني هنلعب زي ما بنلعب وان شاء الله نكسب وناخد البطوله. يعني شايفه البطوله وسط النهارده كان في جمهور موجود، ده بيفرق معاكم بشكل قد ايه وجوده حتى لو مش سيمي فاينل حتى لو مش فاينل، ده بيفرق معاكم قد ايه؟ طبعا ادانا روح كبير، يعني جماهير النادي الاهلي بمجرد ما بتدخل الصاله تقريبا احنا بنبذل، لو بنبذل 100% بنبذل 200% اكتر، فلا روحهم جميله وبتدينا طاقه ويعني بوش كده في الملعب. كلميني طيب عن كابتن ابراهيم، انتوا من ساعه ما هو بقى معاكم وانا حاسه ان انتوا يعني خدتوا على بعض بسرعه جدا، وهو عارف يحتويكوا ويطلع احسن ما فيكوا كالعاده، كلميني اكتر عن وجوده معاكم في الملعب. كابتن ابراهيم على طول عنده خطط، على طول عنده اوبشنز، على طول شايل حاجه لحاجه ثانيه، ما بيبقاش عنده يعني ناس معينه بس هي اللي معتمد عليها او كده، وهو على طول بيمرن على كل ده، كلنا بنتمرن تمرين واحد وكده، وعلى طول يعني بيشغل الناس كلها، فان شاء الله خير يعني. بشكرك جدا والحمد لله على سلامتك. شكرا، الله يسلمك. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع سهيله وفي بعد عودتها اكيد من الاصابه، واكيد طمنتنا على نفسها وعلى ماتش النهارده والماتشات اللي جايه باذن الله. انا معاك لو في اي استفسار تاني، العوده اليك مره في الاستوديو اتفضل. منى المنيسي زميلتنا العزيزه من صاله الامير عبد الله الفيصل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خليني اقول لحضراتكم حاجه، ان سهيله وفي طبعا هي صانع العاب الفريق، واللي رجعت من ان سي دبليو اي اللي قعدت فتره حوالي 5 سنوات هناك او 4 سنوات بتلعب في دوري الجامعات الامريكي، وهي من طبعا في يمكن في اخر بطوله مع المنتخب مصر هي كانت افضل ليبرو في افريقيا. النهارده عندنا ندى وليد، وعندنا يعني ندى وليد كليبرو، انما النهارده سهيله وفيه كصانع العاب خدت افضل صانع العاب من المنتخب، ولكن اخر فتره في الدوري سواء الدوري او الكاس اتحرمنا منها عشان سبرين انكل كان قوي شويه. يمكن اجي لك كابتن محمد تعليق حضرتك برده سريعا على كلام كابتن ابراهيم فخر الدين قبل ما تنقل لكره السله ونتكلم عن لقاء اليوم. انا شايف ان هو في ظلم شويه كابتن هيثم طبعا لفريق النادي
الاهلي من اللي هو اتحط في مجموعه فيها ثلاث فرق بس، خصوصا ان احنا لعبنا النهارده وامبارح وهنريح يومين، فانا شايف ان ده بيبعدنا شويه عن المنافسات. يعني جو البطوله انت بتريح فتره كبيره، 48 ساعه مش شويه في بطوله زي كده، خصوصا ان انت عايز الريتم بتاعك يعلى بسرعه. فانا شايف ان هو ده كده ان هو هيقدر يتغلب عليه، لان هو بيعمل تمرين صبح وبالليل. هيقدر ان هو بالريكفري بتاعه النهارده، وان هو قال هيريح اللعيبه، بس انا شايف ان هو مش هيريحه، وهيخلي اللعيبه هتستمر في التمرين، لان هو عايز يعلى بيهم ويعلى بالمستوى الفني بتاعهم، بحيث ان احنا نقدر، لان انت عندك زمالك وعندك الانابيب الكيني، وممكن ان احنا نقابل السجون الكيني تاني، فانت لازم تكون جاهز. صحيح. فانا شايف ان هو اليومين فعلا ده يعني شويه، بس ان شاء الله هو هيقدر يتغلب عليهم، وربنا ان شاء الله كريم ويكرمه ان شاء الله. كابتن محمد، وخلينا اوضح نقطه اثرها كابتن ابراهيم فخر الدين، احنا هنلاعب رابع المجموعه الثالثه. طب خلينا نستعرض مع حضراتكم كده المجموعه الثالثه، موجود فيها الانابيب الكيني ومايو كاني ايفوليوشن الكاميروني وكاستموس سيرفيس النيجيري وساندوني من جزر رينيون. اتوقع من اللي انا شايفه كده ان هو ساندوني من جزر رينيون ده هيبقى رابع المجموعه اللي غالبا هنقابله في دور ال 16، بس هنرد على مين بقى بعد دور ال 16 ده هيظهر بشكل كتير، ولكن انتوا عارفين الكره الطايره ملهاش حسابات، مهم جدا ان احنا نروح على دور ال 16 ايا كان الفريق اللي هيلعب، لازم نكون بكل قوه. خلينا بقى نتنقل ونبتدي تحليلنا لمباراه كره السله اللي خلصت منذ لحظات بفوز النادي الاهلي بنتيجه 94-71 في مباراه النادي الاهلي احلى مباراه لعبها هذه البطوله او هذه المجموعه، ويمكن كان اداء كويس، ارقامه كانت عاليه جدا، وهنعرض لحضراتكم الارقام. بس لازم اروح لضيوفي استعرض معاهم كابتن سلعه ومباراه النهارده والتالت والرابع. يعني الحقيقه احنا ادينا كمان اداء كويس دفاعيا وهجوميا زي الاول والثاني بالظبط. تعليق حضرتك على المباراه بوجه عام. لا، نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي بنجي. الارقام هي اللي بتتكلم كابتن هيثم النهارده، بتقول ان النادي الاهلي احترم الخصم، تسايد المباراه من اولها لاخرها، الاهلي في احسن حالاته النهارده وجميع اللعيبه في احسن حالاتها، حاسين بالمسؤوليه النهارده، قدروا يمتعوا ويورونا باسكت بول حقيقي ويبسطوا الجمهور، واعتقد ان كل لاعب عمل لنفسه النهارده اسم في، لكن انا شايف ان فرقه بنجي معظم لعبها عشوائي، او المجموعه يعني بصراحه شايف ان مجموعه جيده، بس يعني معظم اللعب العشوائي عندهم شويه. نعم. دفاعنا كان جيد جدا، هجومنا كان ممتاز، كان في حته التفضيل اللاعب على نفسه بالباصل اكتر من تمريره، يعني المباراه تعتبر من احسن المباريات وختام جيد جدا للبطوله، وحاجه تشجع على عوده الجمهور تاني لملاعب كره السله. نعم كابتن طاهر، يعني تحليل حضرتك للمباراه بشكل عام، والتفوق كان واضح للنادي الاهلي، يعني فرق 23 نقطه في مباراه احنا كنا بنقول لو فزنا 6 نقاط، لو خسرنا مش يعني كان ليها حسابات. فالنهارده النادي الاهلي نزل فرض كلمته وقال انا مش ما فيش حسابات، انا هخش اول وهكسب باي شكل، وكده بقى بالتاني على طول اهلي الليبي والتالت بنجي. تعليق حضرتك لمباراه النهارده ايه؟ انا شايف ان النهارده هو غير السيستم الى حد ما مستر اوجستي، ان هو ابتدى بقوه من الاول، دليل ان كان الفرق وصل ازيد من 20 بونت خلال الكوارتر الاولاني والثاني، والظاهره القويه اللي ساعدتنا كمان ان الاساسي زي البديل، يعني اللي لعب خمسه ستاندنج اللي نزل بداله ما حسيناش بفرق في المستوى، بل زاد. وفي ظاهره كمان ان عمر طارق يعني عمل بطوله بصرف النظر عن النهارده وماتش النهارده اللي عمل فيه كام لعبه كويسه، يعني فيها تميز، بيبقى كل الماتشات اللي قبل كده برضه كان مستواه عالي، ومستواه عالي في البطوله وثابت. نعم. فطبعا ده من الحاجات اللي ساعدت في ان النتيجه تبقى عاليه كده،
خاصة ان من اول الكوارتر الاولاني وكان اللعب كله على عمر طارق تحت الحلقة. نعم. يعني اعتقد ان المدرب كان تعليماته ان تلعب من تحت الباسكت على قدر المستطاع. لان ما كانش فيه شوط ثلاثات كتير في الكوارتر الاولاني والتاني. وبعدين الروتيشن كمان كان علي النهارده مهيب لعب سيف كل الفرق كل لعب 12 لعيب او 13 13 لعب مكملين. هل سير المباراه ساعده على الروتيشن ده كابتن طاهر؟ طبعا يعني لما تبتدي وتبقى الفرق 20 بونت ده بيسهل له ان هو ينزل لعيبه ويجربهم او يديهم فرصه او فهتلاقي ان لما تبتدي في الكوارتر الاولاني والتاني تنزل ل 12 ده ثقه نمره واحد. نمره اتنين ان يعني ده المألوف عنده باستمرار ان هو يعمل روتيشن عالي. وقلنا الاسباب عشان اوفر جهد واقلل في ان اللعيب يعمل فاولات فيحرجني ويبقى فيه ترابل فاول، يعني ما اقدرش انزله تاني، ما اقدرش افنش بيه. في حاجات كتير الروتيشن ده بيحلها وبيكون اساسي. نعم. في نجاحك في صنع فوز بالمستوى اللي شفناه النهارده او بالفرق الكبير اللي حصل النهارده اللي هو عباره عن 23 بونت. اشكرك يا كابتن طاهر. خليني استعرض مع حضراتكم بعض الاحصائيات في مباراه كره السله اللي هتوضح لكم سير المباراه كان ماشي ازاي وتفوق النادي الاهلي، ولكن تظل هناك بعض الارقام الحقيقه اللي احنا يعني محتاجين برضو ان ايه يعني نحللها اكتر حتى واحنا كسبانين. هنروح لفريق النادي الاهلي في برنس ادمز، هو هداف النادي الاهلي برصيد 13 نقطه، يجي طبعا بفيلد جول 4 من 8 يعني نسبه 50% وريباوند 3 ريباوند 1 اسيست. عندنا بعد كده مارك ليونز اللاعب الامريكي 11 نقطه بفيلد جول 4 تسديدات او 4 من 9 بنسبه تقريبا اولموست حوالي 50% ريباوند 1 اسيست 6. النهارده ملك المساعدات هو مارك ليونز في النادي الاهلي. هنروح ل يوسف او باتريك يوسف، حط 10 نقاط، واللاعب ده من الحقيقه من وجهه نظري هو افضل لاعب تاثيرا في الملعب، بيفرق جدا مع النادي الاهلي في وجوده في الملعب. حط 10 نقاط، فيلد جول بتاعه قليل شويه 11 4 ريباوند 7 اسيست 0. عمرو الجندي طبعا نجمنا الكبير النهارده، لا عمرو الجندي كمان هو مارك لوينز الحقيقه في الاسيستات عاليين جدا. البوينتس بتاعت عمرو الجندي 10، الفيلد جول حلو جدا 4 من 7 ريباوند 3 6 اسيست لعمرو الجندي، منهم 3 ورا بعض كانوا في الشوط الثاني انا فاكرهم كويس قوي. بعد كده احمد مهيف ومشاركته بعد غياب مباريتين ما لعبش فيهم، جاب 9 نقاط 8 محاولات على الباسكت، جاب 4 ريباوند 2 اسيست 0. دي ارقام النادي الاهلي. هنروح لبنجي يمكن افضل المسجلين، كان كيري ب 16 نقطه فيلد جول 14 من 6 قليل شويه ولكن ماشي الحال 4 ريباوند و4 اسيست. بعد كده دارلان جاب 14 نقطه وجيمي جاب 10 ونباي جاب 9 واوميجا جاب 6 نقاط. ده كان ارقام بنجي. طيب نروح للسكاوتنج التوتال او الاحصائيات الستاتس التوتال بالنسبه للفرقتين، لو معانا يا جماعه نعرضها اكون شاكر. طيب انا عندي بعض الاحصائيات لغايه ما جينا الاحصائيه الكبيره للفرقتين. عندنا الفيلد جول للنادي الاهلي كان احنا حاولنا 76 محاوله النادي الاهلي على الباسكت جبنا 33. فريق بنجاي حاول 76 محاوله، نفس التريات 76 محاوله حاولهم النادي الاهلي هم عدد التريات اللي حاولهم بنجاي. احنا حققنا من ال 76 33 يعني 33 تصويبه جم في وقت ان بنجاي حط 26. الثمانيه دول على طول فرق سكور على طول وانت مغمض. السبعه اللي فرق التهديف هو ده السكور، فرق السكور على طول وانت مغمض. عندك في 3 بوينت النهارده او في 2 بوينتس 56% يعني دي داخله في الفيلد جول. خلينا نتكلم على 3 بوينت. 3 بوينت النهارده نسبتنا من احسن الماتشات اللي لعبناها، شايطين 44 جايبين 15 بنسبه
34% كابتن سلام. 33 اه ويتش از رقم يعني 83 اه يعني 33 ده رقم عالي 34 جداً. كمان 34% نسبه الثري بوينت لفريق النادي الاهلي، ودي البرسنتج دي تعتبر عاليه جدا في الام بي ما بين ال 33 لغايه ال 40، فاحنا بنتكلم في نسبه عاليه جدا. احنا حاطين النهارده 15 3 بوينت يعني تقريبا نصف السكور 45 من اصل 94 انت حاططهم 3 بوينت، فمعنى كده ان 3 بوينت النهارده كان سلاح مهم جدا. طب بنجي حط كام؟ بيجي نسبة 3 بونت عنده يعني مأساة 15%، شاطوا 26 3 بوينت جابوا 4 فقط. فالنهارده دي كانت نقطة مهمة، عدم توفيق بنجي في 3 بونت، لو كانوا وفقوا كان هتبقى مشكلة كبيرة. أيوة الإحصائيات عندنا، الإحصائيات احنا اتكلمنا عن الأسيست. بص بقى النادي الأهلي الأسيست بتاعه 27 أسيست، 27 أسيست يعني أنت بتدي باصة اللعيب يحط بيها باسكت. النهارده انت 27 اسيست، معنى كده ان انت بتلعب لعب جماعي على طول من غير ما تتفرج على الماتش. فرقتك النهارده لعبت لعب جماعي. بنجي حط 11 اسيست او عمل 11 اسيست، رقم قليل جدا. 16 اسيست ب 32 بونت بنلعبهم جماعي مع بعض في الوقت ان هم لعبوا 22 بونت بس جماعي مع بعض. هنروح لقطع الكور. طبعا انت ما بتلاعب اي فرقه من افريقيا يا صحاب البشره السمراء بيبقى متميزين دايما بالجري والتخبيط والنط، فعملوا قطع كرات اكتر منا. الناحيه البدنيه هم قاطعين 11 كوره، احنا قاطعين 7 بس. الثري بوينت زي ما قلت لحضراتكم احنا شايطين 44 جايبين 15، قلت لحضراتكم النسبه 34% نسبه كبيره، هم شايطين 26 4 يعني نسبتهم 15%، رقم بطيء قليل جدا. بس خليني اقول لكم بعض الارقام اللي مش واضحه في هذه الاحصائيات، مهم جدا هنعرف منها ازاي الفرقتين كانوا يعني في بوينتس يعني سكورد فروم تيرن اوفرز، ان انت بتاخد الكوره بتقطع الكره وتروح تحط باسكت. انت ممكن تقطع الكره وما تحطش باسكت، بس انت بتقطع الكره تحط باسكت. النادي الاهلي بوينتس فروم بالنسبه للنادي الاهلي البوينتس بتاعته فروم بينت هي مش جايه، لا 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 ايوه النادي الاهلي حط 28 نقطه من قطع الكور، معلش السكاوتر سكاوتنج يعني كبير جدا، 28 نقطه النادي الاهلي قطع الكور وراح حطها، في حين ان بنجي حط 17 بس 11 نقطه. كل ده في الاخر يوصل نتيجه لكده، انت الكور اللي قطعتها استغلتها صح، رحت حطيت 28 نقطه و17 نقطه حطها بنجي. طيب هنحط النقط اللي جايه فروم ذا بنش، اللي نازل من الملعب، اللي نازل اللي جه من على البنش لاعب. بنجي حاطط 20 نقطه. بص بقى انت اللعيبه البنش بتاعتك يا كابتن سلعاوي يا كابتن طاهر، لعيبه البنش بتاعتك حاطه 49 نقطه 49 نقطة، اللعيبة اللي جت من البنش مش الخمسة الستاندنج جم من بره حاطين 50 نقطة، يعني تقريبا نص السكور. يبقى ده يدللك على ايه؟ نفس الكلام اللي قاله كابتن سلعاوي وقال كابتن طاهر رجب بالعين المجردة، ان اللعيبة مركزة. معنى اللعيبة مركزة ايه؟ لان نزل ما حصلش دروب في الملعب. شفنا النهارده كيجو لما نزل احتياطي لعمر طارق كان كويس جدا، شفنا باتريك وعمرو الجندي، شفنا النهارده ايهاب امين لما خرج كان البديل مهيب كان كويس جدا. فالنهارده كل الاجانب كانوا كويسين جدا، ودي في ايد المدرب كمان لما يعمل روتيشن عالي ويدي فرصه ويدي وقت كتير لل 12 بيديهم فرصه ان الاحتياطي يحط زي لا هو كان محتاج يعمل كده عشان قرب كاس مصر. نعم خليني برضه اقول نقطه مهمه، السكور اللي اتحط من السكند شانس، يعني انت جليت ولمتها وحطيتها. النادي الاهلي حط 24 نقطه من السكند شانس، وده رقم كبير كبير. بنجي حط 7، يعني بنجي كان في السكند اوفيش وحش عشان احنا في الديفنسيف ريباوند كويسين. كل الارقام كانت لصالح النادي الاهلي، انا مش هدخلكم في ارقام، يعني احنا ممكن نقعد في تحليل الارقام نقعد وقت طويل، ولكن ده تاكيد لكلام ضيوفي الكرام اللي اتكلموا فيه، ولكن الارقام لا تجذب ابدا ولكن تتجمل يا كابتن الارقام. صح صح. لا صراحه النهارده الاهلي عمل مباراه من اروع، بقالنا كتير قوي ما شفناش الاهلي بالحاله الحلوه دي، بالحاله الكويسه يعني دي يعني على قد ما احنا ما كانش انتقدنا او قلنا حاجه في الماتش اللي خسره، لكن النهارده يعني هو مسح كل اللي كل فات، اللي فات. خليني اقول لك كابتن وطلع الاول مجموعه وان شاء الله هنكسب البطوله، وفرض اسلوبه من اول الجيم وتساعد الموقف، دفاعه جيد جدا النهارده، هجومه جيد، الاجانب النهارده في احسن حالاتها. نعم بصراحه يعني انا عارف يا كابتن ياكد كلام حضرتك ان حتى المباريات اللي فزنا فيها اللي فاتت الخمسه او اللي احنا لعبنا ست مباريات فزنا في خمسه، الخمسه اللي احنا كنا فارقين فيهم بنفرق في الاخر، كانت المباراه ماشيه ايكو جيم، انما النهارده احنا من اول دقيقه ده هو ابتدى من عشان من انت احترمته. نعم
وتسيدتها. طيب استاذنكم يا كابتن نغير البوصله ونروح للكره الطائره والنجوم الكبار في كره الطائره. احنا بقى نتكلم في كره الطائره بقى. طيب ماشي خلينا شويه. طيب خلينا شويه في كره السله. طيب طالما احنا لسه عايشين معاه والارقام كثيره. طيب كابتن احنا بقى نتكلم احنا على الباسكت شويه. طيب طب طب صحيح. طيب اه طب ليه لا. طب كابتن نادر وكابتن محمد انتوا شفتوا الماتش معانا؟ انا عن نفسي استمتعت جدا بالماتش. يعني انا بتابع الباسكت يعني من فتره ثانيه طبعا، بس انا استمتعت جدا. حاسس ان في باسكت بتلعب، في باس كتير، في خطط، في باصات كويسه جدا. ثري شوت بشوف ما شاء الله بشغل كويس جدا. بحس ان المدرب كمان فارق معاهم جدا. الاجانب حاسس الكواليتي بتاع الاجانب، يعني مش عارف الكباتن يتفقوا معايا ولا لا، الكواليتي بتاع الاجانب بتاعه الاهلي غير الفرق الثانيه. بيدخلوا كويس، بيتحركوا كويس جدا، شايفين بعض كويس، رغم ان انا متهيألي ان فتره التدريب قبل البطوله متهيألي ما كانتش فتره كبيره يعني. نعم هو الاجانب جايين على البطوله بس يعني. هم جايين ما شاء الله يعني قاريين كويس جدا اللعيبه اللي حواليهم، طبعا هم ما لعبوش مع بعض غير في وقت البطوله، فده حاجه بسطتني جدا يعني الاهلي. نعم. والتنظيم كمان كان حاجه جميله جدا يعني. كابتن محمد يعني الباسكت ايه الاخبار؟ اللي عجبني النهارده القلق اللي كان قبل المباراه وتحول القلق ده لان احنا خلاص. نعم. بقى في راحه نفسيه وفي خلاص احنا دلوقتي وصلنا مرحله احنا فرق اكتر من 20 بونت تقريبا. نعم. 23 نقطه فده يعني شيء جميل جدا. ما يعني لما شفت طبعا كابتن سلعاوي كابتن كبير وكابتن طاهر لما كانوا بيتكلموا على الفرق، انا بصراحه كنت متخوف. يعني احنا داخلين الماتش لان في حسابات كتير. نعم. احنا بنتكلم عندنا ثلاث حالات ونكسب. فيعني انا بصراحه بقيت قلقان. لا طب احنا طب ده 6 بونت. طب يعني ده وفي الباسكت ده امر عادي جدا ان انت تقدر ان انت تعدي ال 6 بونت كمان. فشفت المحترفين النهارده كانوا مميزين جدا. لعبه الدانك دانكو في ذا جيم كان جميل جدا. اللي مميزنا كابتن الجماعيه هنا في جماعيه، هناك الفرقه الثانيه ما عندها في فرديه شويه. كل حد بياخد اللي هو عايز، يبقى هو رجل مباراه بالنسبه له ويحط ويصوب. فلا يعني انا شفت بصراحه عندنا جماعيه في انكار ذات. اللعيبه كلها احنا عايزين نكسب بفرق سكور. بتكشر عن ايامك للفرق الثانيه ان انت ازاي تكون بتصدر لهم ان انت لا انت جامد على كل الفرق، سواء بقى انت لعبت معاها قبل كده مش عشان هو مجموعه او لا، انت رايح التصفيات الثانيه انت حاطط ايديك على ان شاء الله البطوله باذن الله. طب انا سمعت تعليق من حضراتكم عجبني جدا، احنا نفسنا الام بي اي يمسك بطوله افريقيا. يعني الام بي اي بصراحه تنظيم جميل جدا من بعد ما مسك الواحد بيتفرج نفسه مفتوحه. يعني انا بتفرج ملعب جمهور كل حاجه بصراحه، حتى الفقرات الجميله اللي بيعملوها بين الكوارتر الثاني حاجه جميله، يعني حاجه مبهجه جدا. وبصراحه يعني الكلمة دي مش عارف يعني ان شاء الله تكون في محلها. انا شايف ان ادارة قناة النادي الاهلي والقائمين عليها وحضرتك طبعا نجم متميز، يعني صحيح كان في مجهود جبار جدا انتوا عملتوه في الفترة اللي فاتت عشان يطلع بالمنظر الجميل الرائع اللي احنا شايفينه ده. احنا النهارده قاعدين في الاستوديو احنا بنتابع ثلاث مباريات في ثلاث اماكن مختلفة وكل واحدة بطولة لوحديها. فبصراحة انا بحيي ادارة القناة والقائمين عليها، مجهود جبار. وطبعا في كتير جنود مجهوله يعني لازم بنوجه لهم التحيه يعني. احنا وطبعا في حضرتك ان انت بتدير لقاء كبير يعني. احنا بنشكر حضراتكم. وطبعا هو احنا جزء من النادي الاهلي ولازم نكون على قدر المسؤوليه. النادي الاهلي نادي كبير ولازم تكون قناته بالشكل الذي يرضي جماهيره، وده اجتهادنا الاساسي، هو تعبنا كله علشان نرضي جماهير النادي الاهلي ونقدر نوصلهم يعيشوا مع ابطالهم في كل مكان. بس خليني اتكلم في نقطه مهمه جدا اروح لها بقى، وهي الكره الطائره. بكره عندنا مباراه مهمه جدا. خلاص بكره ماتش الاهلي والزمالك نهائي كاس، اخر مباراه في الموسم. النادي الاهلي لعب ثلاث بطولات العلامه الكامله، ثلاثه من ثلاثه سوبر مصري، كاس سوبر مصري، دوري افريقيا. النهارده بكره اخر مباراه في الموسم. النادي الاهلي عايز يعني يبقى ختامها مسك زي ما بيقولوا، ويفوز ببطوله يختم بها الموسم يعني تبقى بشكل جيد. النادي الزمالك السنه دي يعني موسم ما طلعش فيه باي بطوله، فمحتاج ان هو يكسب بطوله. ففي كل فرقه ليها دوافعها. شايفين مباراه ازاي يا كباتن؟ هبتدي بحضرتك كابتن محمد. هي طبعا مباراه اهلي وزمالك عادة في الفولي ما بيبقاش ليها حسابات خالص بأي وضع، حتى لو الفريق كان وحش، حتى لو النهارده هو خسران. النهارده كان 2-0 وبعد كده حول الهزيمه لفوز 3-2. يعني في جيم يعني احنا فوجئنا بصراحه بالمستوى اللي هو كان بيقدمه في الشوط الاول والثاني، تداركوا الموقف وكسبوا. ولكن اهلي وزمالك عادة يا كابتن هيثم ما بيبقاش ليه حسابات خالص. انت بتخش الجيم واحنا بقى بنشوف النهارده لو الفريق فايق، لو الفريق مين النهارده اللي احنا هنعتمد عليه اكتر، هتكون ماشيه معاه ولا لا. فيعني ليها حسابات اخرى. وان شاء الله
أنا شايف يعني بإذن الله التوفيق يكون حليفنا بكرة، تكون اللعيبة مركزة، لازم إن إحنا إن شاء الله ننهي الموسم بتاعنا بالعلامة الكاملة بإذن الله عشان نروح كأس العالم تكون نفسنا مفتوحة وإحنا إن شاء الله بنلعب هناك، نكون خلاص قفلنا مصر بأفريقيا إن شاء الله ونطلع بقى نشوف العالم نقدر نعمل معهم إيه يعني بإذن الله ربنا. طب كابتن نادر شايف إزاي مباراة بكرة خاصة بتيجي في وقت صعب؟ انت طالع من بطوله افريقيا، نادي الزمالك مريح اخر مباراه لعبها او مباراه جامده كانت النهارده وجهد لعب 15 فعلا ممكن برضه صح دي ممكن تبقى فعلا. طبعا بيتكلم كلام مهم جدا كرة جدا سلة. كرة سله طبعا بقى هو معلش يا كابتن سلاوي تعالى بقى هنا وطبعا كلام كابتن سلاوي يعني محترم 100% وكلام مظبوط 100%، وانا كمان هتفق مع كلام كابتن محمد كتات ان مباراه الاهلي والزمالك ملهاش اي حسابات، حتى لو فرقه الزمالك عندهم شويه تخبطات عندهم مشاكل عندهم اي حاجه، لكن ماتش الاهلي والزمالك ده بالنسبه لهم كمان دي اخر ماتش بيننا وبين الاهلي والزمالك بتعرض على الشاشه، ده كان مباراه التتويج يعني كانت في مباراه الدوري اللي كانت بتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى، بس يعني ايه حاجه ارشيفيه كده نذكر ونصحح ذاكره تاني لينا ان شاء الله، نتمنى ان المكسب ان شاء الله باذن الله يعني فعلا يعني ماتش الاهلي والزمالك ده ملوش اي ترتيبات، احنا هنشوف ان شاء الله بكره ماتش مختلف يعني ممكن يكون الزمالك مجهد شويه بس هنشوف برضو ماتش مختلف شويه، وان شاء الله باذن الله النصر يكون حليف النادي الاهلي ان شايف ان الاهلي جاهز الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش من اول السيزون ودي حاجه مهمه جدا الحمد لله، وتعرفك ان الفرقه واقفه على رجليها كويس نعم كويس، فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ماتش بكره ونبارك ان شاء الله لبعض كده على الفوز باذن الله. من ناحيه النظر يعني من وجهه نظر الفنيه انت النهارده عشان تقدر تكسب نادي الزمالك لازم تقلل اخطائك، لان نادي الزمالك برضو فرقه فيها لعيبه منتخب وفرقه كبيره يعني هي اللي بتنافس دايما معاه في الكره الطائره محدش يقدر يقول غير كده، ولكن انت النهارده محتاج تركز وتعلي المميزات اللي عندك سواء الضغط بالارسال او سواء الاستقبال سواء التركيز في ارض الملعب في البلوكات في في توجيه الضرب، كل الكلام ده نواحي فنيه انت محتاج تركز فيها اكيد. النهارده شايف اللعيبه وصلت من قدر الفورمه او من الفورمه الذهنيه والبدنيه انها تقدر تنفذ كلام مستر فرناندو النهارده في الملعب بعد بطوله افريقيا يا كابتن نادر؟ 100% 100% يعني انا شايف النهارده بعد ماتش النهارده على فكره فريق بتروجيت فريق قوي جدا نعم. يعني فريق بتروجيت فريق قوي جدا بيقوده كابتن محمد مصلحي مدرب على اعلى مستوى كويس نعم. لكن النادي الاهلي فرض سيطرته على المباراه، انا شايف ما شاء الله اللعيبه بيلعبوا اول الشوط زي اخر الماتش يعني ما فيش فرق كبير جدا، انت اتفرجت على الشوط الاولاني زي الشوط الثالث نعم. اللعيبه لياقتهم البدنيه عاليه جدا، المدرب بيقدر يشتغل زي ما هو عايز، لا يعني ماتش بكره هتلاقي في ضغط بالارسال قوي جدا جدا على بعض اللعيبه، يا رب نتوفق، هتلاقي البلوكات مركزه كويس جدا جدا، دي مفاتيح المكسب نعم. الارسال القوي مع البلوك القوي هيريحك كتير جدا جدا، زي ما حصل النهارده مع كابتن ابراهيم فخر الدين مع فريق البنات قدر بالارسال ان هو يتغلب في بطوله فترات المباراه نعم. كويس، فان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان هو يخلص الماتش بكره باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد شايف ممكن يبتدي ازاي كابتن محمد كابتن فرناندو بكره بالمباراه؟ يعني شايف مين السته اللي ممكن يبتدوا؟ يعني الليبرو طبعا يعني معروف هو واحد من الاثنين ما فيش كلام، ولكن شايف النهارده مثلا في مركز صانع العاب هل هيبتدي بعبد الله اللي لعب بيه بطوله افريقيا ولا هيلعب بحسام اللي لعب بيه الدوري؟ ممكن يبتدي مين بكره؟ والله احنا مستر فرناندو هو حيرنا معاه ودي حاجه حلوه بصراحه حاجه جميله طبعا يعني ما شاء الله اللعيبه احنا عندنا يعني انت بتختار وبتنقي وبتنزل السته اي سته ما شاء الله الله اكبر بيلعبوا، وان كان النهارده هو مصلحه لينا طبعا ان فرقه الزمالك لعبت خمسه جيم، ده ادانا ان احنا هنعمل عليهم سكاوتنج اكتر، هنعرف مفاتيح اللعب بتاعتهم اكتر، احنا درسناهم عرفنا ايه الحلول اللي عندهم، حلول الراجل الاجنبي بتاعهم مين إيه؟ اللي فايق كل ده مهم صحيح، فكل الكلام ده احنا يعني انا اظن هيكون في محاضرتين، محاضره النهارده ومحاضره بكره على الفرقه، زي ما احنا عارفين خلاص اقل من 24 ساعه وبطوله لازم هترمي اوراقك كلها، انا شايف بكره يعني لو احنا بقى هنتوقع احنا مشينا الحمد لله التوقع بتاعنا صح كان النهارده، بكره هيكون عبد الله عبد السلام واحمد صلاح احمد عزب والحسيني، والسنتر بلوك ممكن يكون حماده عثمان ومعانا عبد الرحمن سعودي والليبرو خلاص احنا متفقين ان احنا الاثنين ليبرو بيلعبوا كده كده، واحد في الديفنس وواحد في الاستقبال، ويعني ان شاء الله الجيم هيمشي معانا ان احنا هنعمل كمان روتيشن في الجيم زي ما عمل النهارده مستر اوجوستي في الجيم بقى يبدل اللعيبه، اظن ان شاء الله باذنك يا رب بكره هنقدر ان احنا نعمل روتيشن والكل يشارك، لان دي يا كابتن برضو بتبقى فرحه انت كسبت بس انا عايز العب انا عايز اكسب فرقتي انا عايز اكون موجود في الملعب انا اللي اجيب الايس بالارسال انا اللي اجيب البلوك، فدي طبعا
بتبقى فرحه. واظن هو المدرب بيلعب نفسي حلو قوي مع اللاعبين، بيدي كل لاعب بيديله الحته بتاعته، بحيث ان هو خلاص انا كل اللعيبه دلوقتي كلهم معايا، انا ال 12 لاعب او ال 14 لاعب اللي كانوا معايا في البطوله الافريقيه كلهم خارجين من البطوله مبسوطين. نعم. يعني ممكن مثلا عبد الحليم ما شاركش كتير في البطوله، بس هو البلوكات اللي خدها اثناء البطوله مؤثره، اديته احسن بلوك في افريقيا مؤثره. عبد الله عبد السلام ممكن ما يكونش لعب كل المباريات ورا بعض، فتلاقي خد احسن صانع العاب. فهو انا شايف ان هو بيلعب نفسي كويس جدا. نتمنى طبعا ان احنا نشوف بكره ماتش ان شاء الله يليق بالنادي الاهلي وبنهائي كاس مصر ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا. نعم. ويكون الفوز حليفنا يعني باذن الله. وخلينا نوضح للساده المشاهدين، يعني السنه دي احنا في طريقنا نحقق نفس الانجاز اللي حققناه السنه اللي فاتت كنادي اهلي. افكركم السنه اللي فاتت احنا لعبنا ثلاث بطولات عالم، كره القدم كانت لعبت بطوله العالم، وايضا كره اليد وكره السله. الثلاث فرق جماعيه دي لعبت ثلاث بطولات عالم. السنه دي خلاص كرة اليد هتشارك في بطولة العالم القادمة بعد فوزها بالسوبر الأفريقي على نادي الزمالك، أدي واحد. اثنين، كرة الطائرة فازت النهاردة رجال وهتشارك إن شاء الله في بعد بطولة أفريقيا هتشارك في بطولة العالم. كده عندنا في ثلاث فرق ممكن تروح بطولة العالم. مين هم؟ أول حاجة كرة القدم. كرة القدم كده كده هتشارك في بطولة العالم إن شاء الله 2025، ده نتيجة شكلها الجديد والقصص. ولكن أنا بتكلم أنت تأهلت أو رحت بعد فوز أفريقيا، أو أنت النهاردة في كرة القدم عندك 90 دقيقة هنا و90 دقيقة هناك مع نادي الترجي، بعد تأهلك وفوزك على مازيمبي امبارح بنتيجة 3-0 انت النهارده رحت لنهائي افريقيا هتلاعب الترجي، فانت في طريقك تاخد افريقيا كرة القدم. عندك كمان كرة السلة، بعد مباراة النهارده تأهلنا اول رايحين رواندا، هنحاول نحافظ على لقبنا ان شاء الله اللي خدناه السنة اللي فاتت. اذا النهارده عندنا اربع فرق. طب مين الفرقة الخامسة؟ الفرقة الخامسة هي كرة الطايرة سيدات. كرة الطايرة سيدات لو فازت ببطولة افريقيا، وهي صعبة جدا هذا العام، لو كسبت هتروح بطولة العالم. هيبقى عندنا خمس فرق يا رب ان شاء الله، في اتنين حسموا التأهل وفي ثلاث فرق، يعني منهم فرقة بعد 10 ايام هنعرف اذا كانت حسمت ولا لا، اللي هي سيدات الكرة الطائرة. عندك يبقى عندك خمس فرق ان شاء الله يا رب في حالة الفوز بالعلامة الكاملة افريقيا هتبقى بتشارك في بطولات العالم. انا اتصور ان مفيش نادي، مش اتصور ده الارقام بتقول والحقيقة وكل شيء، يعني كزي ما ضيوفي بيأكدوا كلامي، ان النادي الاهلي هيكون هو النادي الوحيد في العالم. السنة اللي فاتت كنا ثلاث فرق بتشارك، كنا ما شفناش برشلونة مثلا، ما شفناش ريال مدريد في بطولات عالم كثيرة، ولكن النهاردة أنت بتتكلم على فرق جماعية، لما نوصل لخمس فرق جماعية بتلعب أكيد الكلام ده ما جاش صدفة، أكيد الكلام ده جه نتيجة تخطيط من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، الحقيقة لا يتوانى أبدا وشفناه موجود في كل مكان. وعلى فكرة الكابتن محمود الخطيب بيتواجد وبيظهر في الأوقات الصعبة قبل الأوقات اللي فيها فرح ومكسب. يعني شفنا كابتن محمود الخطيب وهو بيأيد وبيأزر كرة الطائرة السنة اللي فاتت، السنة دي شفناه هو بيأزر كرة السلة بعد واجتماعه مع الجهاز الفني وكابتن خالد العوضي بعد ما رجعنا من البطولة العربية من الدوحة. كابتن الخطيب بيتواجد في الأوقات الصعبة، الأوقات اللي فيها فرح أيضا متواجد، ولكن الأهم والأقوى بيهتم بيه كابتن محمود الخطيب وهي الأوقات الصعبة اللي بتمر على الفريق. يبقى مجلس الإدارة نجح بشكل كبير، أكيد ما جاتش من الصدفة، أكيد ما جاتش من صدفة النهاردة إن أنت تتأهل لخامس مرة على التوالي لنهائي أفريقيا لكرة القدم، ما حصلتش. يعني دي أرقام كلها بتدل إن أنت عندك استابيليتي، عندك استقرار جوه النادي، عندك يعني أنت فاينانشال أو مالي، أنت قادر تصرف على فرقك مش بشكل تصاعدي، إن أنت تحافظ على إنجازاتك. يعني النهاردة لو ناخد أوفر فيو كده أو شكل عام على فرق النادي الاهلي، معلش انا اسف بعتذر لضيوفي بس لازم نقول المقدمه دي او نقول التنويه ده. النهارده بصوره عامه انت فرقه كلها دايما موجوده ودايما بتنافس، فده نجاح النهارده مجلس اداره. النشاط الرياضي النهارده بقياده الكابتن خالد العوضي، تخطيطه واموره وتجهيزه للملفات وعرضه على مجلس الاداره بيكون عرض كامل متوافي. مش احنا كمان لله وحده، ولكن النهارده احنا لما بيلاقوا فيه مشكله في حاجه كابتن خالد العوضي بيعوض هذه المشكله، ابتدي يقعد ويدرس ويقدم ويعرض على مجلس اداره، وبالتالي بيلاقي الدعم الكامل من مجلس اداره. النهارده الاجهزه الفنيه واللاعبين لو لاقيين مش ما لقوش هذا الاستقرار جوه النادي، وهذا الاستقرار مش بس فني، الاستقرار اداري، استقرار مالي، وهو ده المهم جدا. النهارده اللعيبه مهم جدا، انا متعاقد مع النادي بعقد الاقي فلوسي، خلينا نتكلم بكل امانه. النهارده ما فيش محترف بيمشي من النادي الاهلي او موجود مع النادي الاهلي ما بيتمناش ان عقده يزيد سنه واثنين وثلاثه، فكل ده استقرار انت بتوفره جوه النادي عشان في النهايه نلاقي الشكل ده. عشان امبارح
60 او 70 الف في الملعب امبارح من جمهور النادي الاهلي بيهتفوا وسعيدين بفوز النادي الاهلي وفخر بالنادي الاهلي. النهارده تسوى ايه امبارح لما يمشي 60 70 الف من ارض الملعب مبسوطين ونايمين؟ النهارده فرحانين مصر كلها امبارح في سعيده بتاهل النادي الاهلي. يمكن اصعب دقيقتين عشناهم يا كابتن. انا عايز برضو معلش اروح للكره شويه اخد رايكم، بس دي برضو حاجه مهمه. الدقيقتين اللي اتحط فيهم هدف مازيمبي لغايه ما الحكم الغى الهدف من بعد العوده للفار، عشناهم ازاي؟ تعال نعرف كل ضيف من ضيوفنا عاش دقيقتين ازاي. اتفضل يا كابتن نادر. انا اولا انا بالنسبه لي كانت حاله صمت، يعني انا ايه؟ طب دلوقتي احنا دخل فينا جون، طب احنا لازم نجيب جونين وفي ضغط جامد، هيدافعوا فريق مازيمبي لازم هيدافع طبعا، واحنا هنهاجم ازاي؟ طب مين البدايل؟ طب مين؟ طب هنعمل ايه؟ طب لازم نجيب جونين. اه والجماهير دي كلها، ده انا اول مره من فتره طويله جدا شوف الاستاد كده مليان، شوف الاستاد حاجه تفرح جدا جدا، تخلي الحجر يلعب. كل ده دار في دماغك في الدقيقتين؟ طبعا كل ده بيدور في دماغي طبعا. لغايه لما فجاه الحكم وقف، مستني بقى صفر، احنا هنسنتر. وقف الحكم بيسمع في الاير بيس، اوب قام عامل كده، خدت نفس، خدت نفس. ما عمل كده قلت يبقى في حاجه، احلى اشاره في الدنيا، قلت في حاجه بقى. بس يعني الحمد لله جمهور الاهلي تاني يوم ماشي عمال يعمل كده. وعلى فكره حكام الفار، حكام الفار اللي كانوا موجودين حكام على مستوى عالي جدا، يعني فعلا. كان في احد الحكام بيتكلم في احد القنوات الرياضيه بيقول حكام الفار اللي كانوا موجودين دي حكام مصنفه بتحكم في بطولات عالم وبتحكم بطولات افريقيه، يعني مش ناس مصريين مثلا او لا، دول ناس على مستوى عالي جدا جدا، فناس مش جايه تهزر يعني. الحمد لله. بس فالحمد لله ربنا كرمهم. دقيقتين كانوا صعبين عليك جدا جدا. طب خلينا نشوف كابتن محمد برضو قضى الدقيقتين دول ازاي. انا كان يعني ليا امبارح كنت في الاول في البيت، كان في البيت وادم ابني كان قاعد جنبي فجاه نط 9 سنين ما شاء الله، كبير ما شاء الله. الله يكرمك. هو بالمناسبه هو لاعب كره طايره برضه في النادي الاهلي ما شاء الله. سنتر بلوك زي بابا ولا ايه؟ لا يعني باربعات بقى. ماشي حلو، لغايه ما يطول ويبقى سنتر بلوك. ما شاء الله. فهو نط من مكانه ولي، هو ده جون فينا ولا لينا ولا هو ولا ده النت ولا جون فينا ولا ده النت. انا بصيت، اول ما بصيت للساعه. شفت الوقت كام. برافو عليك، ده اللي عملته. بصيت في الساعه، بصيت في الساعه. احنا قدامنا قد ايه؟ هنراجع نفسينا ولا لا؟ بالنسبه لي الحكم اول ما ادى الاشاره هي دي كانت ماستر سين اللي غير سير مجرى المباراه تماما، اتغيرت تماما 180 درجه. احنا كنا ضاغطين بس ما كانش فيه فعاليه. انت بتروح للجون وبتوصل والجون يترمي من اول دقيقه، وتلاقي اللعيبه بتاعتهم تترمي في الملعب من اول دقيقه. بس ده كان ماستر سين المباراه بصراحه امبارح، اول ما ادى الاشاره وراح وجي لغى الهدف الجماهير كلها قامت، بدات بقى الحماس. يعني انا حتى حاسس دلوقتي ان في حماس تاني جه، يعني طبعا بتاع امبارح. فاللعيبه لا قالت لا احنا في خطر، انت اي لحظه. وهي دي خلي بالك، ده كانت في غفوه دفاعيه تك جون. شكرا. وهم ما بيهجموش، يعني انت لو تشوف الاحصائيات بتاعت المباراه امبارح ما عملوش حاجه، هم بيضيعوا وقت. كره اخر توفيق اللي كانت خطيره جدا اللي كانت على الخط والكور جون. صحيح. هم بيزهقوك وفجاه يخطفوا ويروحوا تاني، نرجع ننام بقى تاني على الجون ده، نقعد بقى 50 دقيقه 60 دقيقة نايمين في الجون بتاعنا. فالحمد لله لا جبنا واحد، الثاني، الثالث. طبعا خلاص بقى ادم بقى عامل زي اليويو جنبي، عمال بينط بقى خلاص. فما شاء الله يعني فرحنا بصراحه امبارح. يعني احنا نقدر نقول لو اختصرنا اللي حصل في كلمه هنقول هو النادي الاهلي هو صاحب السعاده في مصر. الحمد لله. طبعا طبعا. كابتن سلعاوي عملت ايه بقى؟ انا شايفك بقى سرحت بقى في الماضي. كنت بتتفرج في الاول يا كابتن سلعاوي؟ في البيت. بس احنا كنا هنا في الاستوديو وبعد كده رحنا بقى. لا بتكلم على لقطه، اللقطه بتاعت اللقطه الشهيره كابتن. احنا بعد كده لما حد يحب يفرح حد يعمله كده خلاص. لا كانت صعبه وصدمه جامده جدا، بس ثلاث اجوان نسوهالنا بصراحه. يعني طب انت يعني كابتن محمد اول ما جه الجون هو بص على الساعه. وكابتن نادر نفس الكلام برضو. انا بالنسبه لي بصيت على الساعه، هنلحق ولا مش هنلحق؟ طب احنا محتاجين نجيب جونين، لدرجه ان انا كان قاعد برضو جنبي ابني، يعني قاعد جنبي، فبقول له هو نتيجه الماتش هناك كام يا ابني؟ أيوة فكرني. نسيت ماتش النتيجه كانت هناك كام. انا عندي ثقه ان احنا نكسب. يعني انا كنت عندي ثقه ان احنا ان شاء الله. ليه يعني الثقه دي جت منين؟ ده جت فينا جول بصراحه يا كابتن الحقاوي. يعني انا الثقه دي انا كان عندي ثقه ان احنا استحاله. الجمهور ده الجمهور عصب الرياضه. في جمهور في رياضه حلوه يا كابتن. بس جه في الجون معلش. فاضل كان فاضل قد ايه ساعتها؟ كان ايه الاقل من ثلاث سؤال؟ ياما جه جوان في الفاينال وتعوضت وجبت واحد. محتاج تجيب جونين يا كابتن. وانت جبت ثلاثه يا كابتن. ماشي، ما هو ثلاثه عشان ما كنتش الوقت يا كابتن الحقاوي. والفرقه بتزهقك انت من اول دقيقتين الجون بيترمي على الارض وبيمسك لك رجله بعينيه. بس الرؤيه مش بالبدل الخطوره يعني. لا وكمان انت لما انت الجون اتلغى وجبت الاول، هم فتحوا الخطوط فجبت الثاني والثالث. انما حتى لو كنت ثالث منتخب مصر
ده حقيقي. كابتن طاهر عملت ايه؟ قول لي يا كابتن. انا بصرف النظر ان انا يعني لعبت في النادي الاهلي فتره طويله واشتغلت في النادي الاهلي، يعني بعتبر الى حد ما رياضي. نعم. ومع ذلك في الكوره ببقى جمهور درجه ثالثه. طب احكي لي بقى. لا قول لي. وطبعا انا ما بعرفش اقعد في الماتشات الكوره دي. نعم. فطبعا عملت ايه امبارح؟ كنت بتتفرج فين مثلا يا كابتن؟ انا في البيت. في البيت. طب وايه لما جه الجون حصل ايه؟ هل حصل حاله يعني سكوت ليك كده؟ بصيت في الساعه، طب هنعمل ايه؟ هبقى عندك حاله من ان احنا خلاص لا يعني كده ظروفنا صعبه، طب ال 60,000 دول هيمشوا زعلانين ولا ايه الوضع؟ يعني احكي لي شعورك. انا كنت يعني صراحه في متوتر تماما يعني. لان طبعا النتيجه هناك كانت تعادل، فهنا هو الجون بجونين، فطبعا هتفرق جامد جدا. هتعرف تجيب جونين في الوقت المتبقي وانت طول الماتش ما عرفتش تجيب جون، وخصوصا ان هم يعني في اللعب وحشين قوي والتايم طبعا كان عصيب. فما كنتش لدرجه برضك نفس الموقف حفيدي. عندي حفيد اسمه حسين ما شاء الله. ما شاء الله سحس. طبعا هو يعني 6 سنين ما شاء الله عمال يقول لي في ايه يا جدع؟ في ايه؟ انت مالك متوتر كده؟ يعني بقى متوتر وانا اقول له استنى شويه. انا سيبني دلوقتي. هو مش فاهم. انا عاجبني النهارده بامانه الاستوديو اللي احنا النهارده بنتكلم كره الطائره، كباتن النادي الاهلي في كره الطائره، كباتن مصر في والنادي الاهلي في كره السله. يعني معانا عيله النادي الاهلي وبنتكلم عن ايه بقى؟ عن كرة القدم. فالنهاردة عيلة النادي الأهلي هو ده اللي بيحصل جوه النادي الأهلي، هو ده اللي بيحصل مع عيلة النادي الأهلي الكبيرة اللي بتبقى جوه النادي الأهلي، اللي بكل شؤون النادي الأهلي بتهمهم. خد الدكتور أشرف صبحي طبعا في المباراة الختامية، ده أكبر دليل على دعم الدولة المصرية ممثلة من معالي الوزير في لكل حدث رياضي الحقيقة بيكون موجود، فده كفيل إن هو يكون يعني دعم كبير لإنجاح مثل هذه الأحداث الحقيقة اللي مصر بتستضيفها بشكل كبير، متوسعة الحقيقة اليومين دول يعني أكتر وأكتر مع النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة شفنا دكتور أشرف صبحي في وجوده في افتتاح بطولة أفريقيا للرجال، بطولة افتتاح أفريقيا للسيدات للكرة الطائرة، كان موجود بجانب طبعا كابتن محمود الخطيب، وده أكبر دليل طبعا على دعم النادي الأهلي في تنظيم البطولات. وأشاد معالي الوزير كمان في كلمته اللي قاله إن هو النادي الأهلي بينظم البطولات على أعلى مستوى، والحقيقة ده يعني بيبقى ليها فوائد كتير، ويمكن دايما ضيوف يأكدوا مرارا وتكرارا إن البطولات لما بتنظم في مصر بتشهد إقبالا من الفرق. يعني لما بتروح ساعات بطولات في تونس الجزائر غيره غيره بتبقى عدد الفرق طبعا ما بتبقاش بالكثره الكبيره زي ما بتكون في مصر، طبعا محترمنا الاشقاء طبعا، ولكن يعني دايما الفرق الافريقيه بتحب تكون متواجده في القاهره. وخليني برضه اقول لحضراتكم ان بطوله ابطال الكؤوس لكره اليد انتهت منذ لحظات، زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي فاز بالبرونزيه، الترجي هو فاز في المباراه النهائيه، فاز على نادي الزمالك بنتيجه 30-25 كده، الترجي اول افريقي ابطال الكؤوس، الثاني نادي الزمالك، الثالث النادي الاهلي. يعني دي كان بعد من نهايه ابطال الكؤوس او نهايه طبعا البطوله، ولكن النادي الاهلي فاز بالسوبر الافريقي ويتاهل ان شاء الله للسوبر جلوبال او بطوله العالم لكره اليد. هي اخر سنه او اخر نسخه تم اقامتها في مدينه الدمام بالمملكه العربيه السعوديه، ولكن اتصور او اعلن الاتحاد الدولي ان هي مش هتكون في المملكه العربيه السعوديه، وسيتم اعلان عن الدوله المستضيفه لاحقا. ان شاء الله نتمنى باذن الله كل التوفيق لفرقنا اللي هتروح هذه البطولات، لان مهم جدا نظهر بمظهر كويس. زي ما استفضل ضيفي كابتن محمد كداد قال لك ان شاء الله نخلص من افريقيا وبعد كده نشوف بقى موضوع بطولات العالم دي هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. اكيد طبعا البطولات او المشاركات الدوليه اكيد بتختلف. النهارده كابتن سلعاوي برضو في محور مهم محتاج نتكلم فيه، النادي الاهلي النهارده نظم بطوله افريقيا للكره الطائره رجال وسيدات. حضرتك راجل من اسره كره السله، يعني شايف التنظيم ازاي؟ شايف النادي الاهلي نجاحه في تنظيم هذه البطوله ازاي؟ خاصه ان اخر بطوله افريقيه النسخه قبل الاخيره بطوله افريقيا كره السله بشكلها القديم النادي الاهلي استضافها في 2016 ديسمبر 2016 وفاز بيها. اتعملت موسم او حاجه بعديها وبعد كده بقت بشكلها الجديد بتاعت البال او الام بي اي تم رعايتها. شعورك النهارده وانت من اسره النادي الاهلي وبتشوف نجاح النادي الاهلي في تنظيم البطولات؟ السنه اللي فاتت يا كابتن سلاوي انا اسف قبل اجابه اسمع اجابه حضرتك كنا بننظم ابطال الكؤوس رجال وسيدات والسوبر الافريقي رجال وسيدات كره يد. فالنهارده النادي الاهلي بينجح بشكل كبير، راي حضرتك ايه وتصورك وشعورك وانت بتشوف النادي الاهلي بينجح في تنظيم هذه البطوله؟ كابتن هيثم احنا يعني كنا في الملعب في البطوله اللي بنتفرج من الملعب. بصراحه النادي الاهلي لما بيدخل في تنظيم او بيشترك في تنظيم حاجه بتطلع لاعلى مستوى في كل حاجه، دعم كامل مجلس اداره، نشاط رياضي،
كل العاملين وكل من ينتمي للنادي الاهلي بيعمل في هذه البطوله حبا، فبتطلع بطوله في الاخر شكلها من اشيك الافريقيه، بتحب تيجي مصر، بتحب تروح النادي الاهلي، بتحب تتفرج، وكل حاجه كانت متوفره ليهم. نعم، اقامه، بساط، تدريبات، صالات للتدريبات طبعا، عايز صالتين اتفتحوا، صاله الشهداء وصاله الامير عبد الله الفيصل. نعم، فكانت كل حاجه يعني ما تسمعش شكوى، ما تسمعش حد متضايق، كل حاجه كانت متيسره. ده النادي الاهلي هو اللي بيتضايق من القرعه. يعني النادي الاهلي كابتن ابراهيم فخر الدين طلع اشتكى من القرعه، يعني النادي الاهلي حتى ما بيحاولش يميز نفسه بشيء، يعني انت فاهم حضرتك ازاي؟ اتفضل يا كابتن سعد. بس اعتقد يا كابتن موضوع اللي هي القرعه وكده دي حاجه خارجه عن ايه يعني. طبعا لا لا لا، انا قصدي اقول النادي الاهلي يعني الكابتن ابراهيم نتيجه لخبراته العاليه وكده، فهو متضايق لان هو كان يحب ان يتفرج على الفرق قبل ما يتفرج عليها، يتفرج على فيديوهاتها، يتفرج على البنات وهي يعني هو ليه وجهه نظر فنيه بحته، لكن هي دي قرعه. هتضايقوني بالقرعه، انا عايز اتفرج على كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم قامه كبيره جدا فنيه، اشتغل للرجال وسيدات المنتخبات سنين طويله. طبعا للنادي الاهلي اضاف قيمه كبيره. اضافه قيمه طبعا. ويعني دلوقتي انت برضو لو بصيت لالعاب الصالات هتلاقي العاب الصالات في تطور وطفره غير طبيعيه في الثلاث العاب، باسكت، فولي، هاندبول، عشان ما يقولوش متحيزين. نعم، يعني واخد بالك ازاي في الثلاث. لو سمحت يا كابتن، انت بتاع باسكت يا كابتن، قول الباسكت اخر حاجه لو سمحت. لو سمحت يا كابتن ما تنحسش. باسكت طايره، عشان كده طايره يد باسكت. يعني انت بتعكسها تروح هي راجعه الاول. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن. فبصراحه يعني كان تنظيم على اعلى مستوى الحمد لله، وحاجه مشرفه جدا، وتنظيم البال برضه حاجه مشرفه جدا، نقل القناه للبطوله دي واخدها، وكانت دي رغبه جماهير النادي الاهلي في الموضوع ده. نعم نعم. كابتن طاهر، شعور حضرتك ايه وانت النهارده متواجد جوه النادي الاهلي وشايف النادي الاهلي النهارده بينجح بشكل كبير في تنظيم البطولات سنه بعد سنه، وخبرات كبيره ولجان عامله يعني طبعاً. كلمني شعورك. احنا زي ما بنقول كده هو ان فعلا البال والام بي اي كان ليه تاثير جامد في اظهار صوره جميله وكل حاجه، بس كمان وجود النادي الاهلي في البطوله للسنه الثانيه على التوالي. نعم. والسنه الثانيه ثالثه على التوالي. ثانيه لا، النادي الاهلي اربع نسخ وشارك مرتين، مره السنه اللي فاتت والسنه دي. النادي الاهلي باسكت شارك السنه اللي فاتت حامل لقب وفاز، والسنه دي السنه اللي قبليها شارك الزمالك، والسنه اللي قبليها كان الزمالك، والسنه الجايه ان شاء الله في الخير. يعني الزمالك شارك في نسختين، كان في نسخه في النص اتلغت كان المفروض يشارك فيها الاتحاد السكندري، ولكن اتلغت، فالزمالك شارك في نسخه وبعد كده شارك في الثانيه، واللي فاز باللقب الاول الزمالك، الثاني المونستيري، الثالث الاهلي، ان شاء الله الرابع اهلي باذن الله. بالظبط بالظبط. انا انما البريق بتاع النادي الاهلي ما زالك بيوازي ويكاد يتفوق على بريق ال الام بي اي والملعب، لان كل المصريين دلوقتي بيتفرجوا وبيسالوا طبعا عن النادي الاهلي قبل ما بيدور مين اللي نظم ومين اللي عمل ومين اللي، فطبعا الجمهور بيبقى ليه اثر كبير جدا. وما تتخيلش كمان كل اللي بيروح الملعب بيبقى فرحان ازاي. نعم، بيبقى حاجه مبهره وحاجه جميله. وطبعا زي ما قلنا ان تاثير النادي الاهلي في البطولات دي بيبقى قوي، الشعار والشكل بتاع. وبعدين خبرات النادي الاهلي في تنظيم البطولات الافريقيه، احنا سابقين كان افريقيا كلها في التنظيم وفي الرياضه وفي وفي وفي، فالتاريخ والباع في التنظيم وبالنسبه للنادي الاهلي بالذات، يعني احنا نكاد نكون بننظم 80% من بطولات افريقيا في جميع الالعاب. نعم، هو شفنا احنا حتى يعني السنوات نعم الطائر النادي الاهلي، انا بتكلم عن النادي الاهلي. لا ما شفت يعني تاريخ البطولات هتلاقي النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا اكتر نادي يمكن بيستضيف في افريقيا البطولات النادي الاهلي. نعم بالظبط. وفي كره اليد كذلك وفي كل الالعاب، يعني هي مش جديد عليها الحاجات دي، انما كمان تحس ان في عيد نادي
في النادي عيد في الرياضه في مصر في البطوله الافريقيه دي بهذا الشكل. ان شاء الله تتقلل زمن بالنسبه للرجال للسيدات بالفوز، وبيبقى مهم جدا السادة زي ما سمعتوا ضيوفي طبعا، يعني احنا بنبقى كلنا قاعدين في النادي لما بيكون في حدث زي ده كل بيحضر وكل بيتفرج على الحدث ده وبيبقى فرحانين بيه جدا جدا، لان الحقيقه النادي الاهلي يعني اسم كبير وجماهيره يعني بالملايين في كل حته في العالم، واصبح لوجو النادي الاهلي معروف افريقيا وعالميا من خلال مشاركه فرقه المختلفه على مستوى العالم في مجالات كتير. يعني هتلاقي اليد خلاص بقى، انت رحت البطوله اللي في اول الموسم اللي كانت بتتلعب في البوسنه تقريبا على ما اتذكر، النهارده انت بقيت بتلعب مع برشلونه وبتلعب مع فرق كثيره هناك في اوروبا، بطوله العالم كمان لكره اليد نفس الكلام، بالنسبه لكره السله نفس الكلام، بالنسبه لكره القدم لليد كله كلوب النادي الاهلي حتى. نعم. كره الطايره البطوله وهي موازيه للبال في نفس التوقيت، بس برضك الناس شهدت حضور جماهيري طبعا، رغم ان مفيش بقى بال في الفولي، بس الاهلي ليه اثره حتى ولو بيدي يا كابتن فاليو لاي حاجه هو بيخشها. النادي الاهلي دايما القيمه بيكبر اي حدث هو بيكون موجود فيه، القيمه بتاعته نفسيه بتبقى كبيره جدا. احنا النهارده لما بنشوف يا كابتن هيثم الفرق بتروح بتلعب بتشارك في بطولات في بلاد اخرى بنلاقي العدد قليل جدا، احنا النهارده عندنا 21 فرقه جايه بتشترك في بطوله الرجال. انت جاي انت النادي الاهلي كلهم جايين عشان يشوفوا النادي الاهلي، كلهم جايين طبعا ده عشان احنا عندنا خلفيه رياضيه كبيره جدا، عندنا قامات رياضيه كبيره، عندنا كوادر هي اللي بتدير الحدث. فبصراحه لا، النادي الاهلي مختلف تماما. انت حضرتك يا كابتن هيثم رحت لعبت في القارة تقريبا. نعم. كلها تقريبا. مختلف تماما ان اي تنظيم في اي فرق سواء بطولات عربية او افريقية عن التنظيم اللي بيبقى موجود عندك في النادي الاهلي. لا بيبقى طبعا شيء، وقناة النادي الاهلي هي اللي بتنتمي النادي الاهلي اعلاميا. صحيح يعني القيمة بتكبر طبعا معاها، وانت هنا الفرق وهي ماشية في النادي هم جايين فسحة كابتن هيثم. نعم. يعني هم جايين. نعم. بيستمتعوا طبعا. نعم. في تاريخ وفي ابطال وفي زي ما الكابتن قال عندنا باسكت عندنا يد عندنا. تعرف يا كابتن لما تلاقي النهارده مستر امادو جالو اللي هو طبعا رئيس البال باسكتبول افريكا ليج اللي يخص قناه الاهلي للسنه الثانيه اللي يكون متواجد وان هو يسجل معانا احنا، فطبعا دي وبالمناسبه مش السنتين اللي شارك فيهم النادي الاهلي، يعني هو السنه دي كان معانا مستر امادو، ولو في صوره يا جماعه نعرضها لمستر امادو هو في قناه النادي الاهلي رئيس الباسكتبول افريكا ليج عشان يكون موجود في قناه النادي الاهلي، فهو عارف يعني ومقدر قيمه النادي الاهلي وقناته. السنه اللي فاتت كان معانا مستر فيكتور رئيس الام بي اي، بقى الام بي افريكا هو اللي كان معانا السنه اللي فاتت. السنه اللي قبلها اللي كان مشارك فيها نادي الزمالك جه قناه النادي الاهلي مستر امادو واستضفناه، ودي كانت حاجه طبعا جيده جدا. فالنهارده لما نلاقي قامات كبيره زي رؤساء الاتحادات زي رؤساء وكان من قبليه فتره برضو رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله برضو كان معانا في مداخله عبر يعني زوم. فيعني اللي اقصد اقوله انه حتى لو النادي الاهلي مش مشارك فعارفين قيمه النادي الاهلي زي ما قال كابتن محمد فاليو، القيمه اللي بيضيفها النادي الاهلي بجماهيره الكبيره. يمكن اكبر قيمه للنادي الاهلي عراقته وجماهير النادي الاهلي النهارده بالملايين في كل حته. النادي الاهلي النهارده يعني جوه مصر وبره مصر معروف في كل مكان، فالنهارده طبعا يعني بيبقى حاجة جيدة جدا ان قناة النادي الاهلي تكون جزء من النادي الاهلي وانها تستضيف هذه القامات الكبيرة حتى لو النادي الاهلي مش مشارك في هذه البطولات، فهم بيقدروا دور النادي الاهلي. كابتن نادر برضو يعني اسمع رأي حضرتك. اكيد هو النادي الاهلي بيملك من التاريخ ومن الخبرة على مدار السنين اللي فاتت دي كلها ان هو يقدر ينظم اي بطولة في اي وقت. يعني لو فاجئت مثلا النادي الاهلي الدولة الفلانية او نادي فلاني مش هيقدر يشارك مش هيقدر ينظم البطولة دي، النادي الاهلي نظم. فدي الاتحادات دايما بتلقي البطولات. نعم. المهمه على النادي الاهلي، والاهلي بيبقى جدير بيها وبينظم. نعم. صالات، بينظم باصات، بينظم فنادق، بينظم ملاعب للتدريب، كل حاجه شغاله كويس جدا. ده ناتج عن الخبرات الطويله على السنين اللي فاتت دي كلها، النادي الاهلي عنده خبرات طويله وتاريخ طويل جدا جدا ان هو يقدر ينظم بطوله في اي وقت. نعم. وخلينا برضو اقول لحضراتكم ان احنا يعني قناه النادي الاهلي احنا بنسعى جاهدين ان احنا نكون مع ابطالنا في كل مكان. اي فرقه بتلعب بقدر استطاعتنا بنحاول، ولازم جمهور النادي الاهلي يبقى عارف كده ان في طبعا امور بتكون يعني في ايدينا وفي امور بتكون خارج ايدينا. يعني طبعا بيبقى في امور حقوق وما شابه ذلك، فتبقى الامور بتكون يعني مش دايما بتبقى يعني معانا مفروشه بالورد ان احنا نقدر ناخد الامور. يعني حتى بعد انطلاق البال بمباراتين
قناه النادي الاهلي يعني الحقيقه لم تيأس وقعدنا شغالين يعني وبنحاول وبنتكلم وبنتواصل، يمكن كان ضيوفي موجودين معايا وكانوا شايفين في اوقات كتيره جدا كنا بنطلع من الهواء ونتكلم وبتاع لغايه ما ربنا كرمنا وقدرنا نذيع ماتشات البالقه قناه النادي الاهلي، واللي هو يعني اداره النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا في ان عدم الياس وانها تحاول تجيبها بشكل كبير. النهارده كل نجومنا ونجماتنا في كل مكان بنكون نحاول نكون معاهم، يعني برضو ببشر حضراتكم بكره ان شاء الله برضو مباراه الكره الطائره رجال اهلي وزمالك باذن الله تكون على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني قصدي اقول لكم انه احنا بنحاول بشتى الطرق نكون متواجدين مع ابطالنا سواء جوه مصر بره مصر. شفنا بطوله البوسنه اللي اتذاعت على قناه النادي الاهلي اللي لعبها للسنه الثانيه على التوالي، كان فريق كره اليد، وزعنا لحضراتكم مباراته مع مونبلي الفرنسي، وزعنا لحضراتكم مباراته مع برشلونه، حتى بره مصر بنكون على قدر استطاعتنا مع فرقنا. الباسكت بول افريكان ليج النهارده ذاعت الاربع مباريات على قدر استطاعتنا، وثقوا تماما ان اي مباراه ما بنقدرش نذاعها بيبقى خارج عن ارادتنا، مش تقصير ابدا، بالعكس احنا بنسعى 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 بشكل كبير ان احنا نكون مع ابطالنا في كل مكان، وده العهد اللي عهدناه على نفسنا الحقيقه في قناه النادي الاهلي واسعاد جماهير النادي الاهلي. الحاجه الثانيه اللي عايز اروح عليها اللي هو الصبر ودعم جماهير النادي الاهلي، لازم تكون النهارده عندها صبر كبير على فرقها. الحاجة التانية انت عندك فرق النادي الاهلي اللي بتخوض منافسات في كل مكان جوه مصر وبره مصر، ممكن ما نوفقش في مباراة، ممكن ما نوفقش في بطولة، هذا امر وارد يعني وارد جدا في اي فرقة ان هي ممكن ما توفقش، ولازم الدعم لازم يكون مستمر، دعم متناهي. لعيبة او جماهير او اجهزة الفنية او فرق النادي الاهلي بتبقى محتاجة الدعم في وقت الاخفاق مش بس في وقت النجاح طبعا، وجميع النادي الاهلي فاهمه كلامي ده كويس، ولكن انا بقوله دايما للتذكره ان فرق النادي الاهلي ولاعيبته مش ابدا عايزين يخسروا، بالعكس هم عايزين يكسبوا ويسعدوا جماهيرهم، واي مسؤول جوه النادي الاهلي هدفه هو اسعاد الجماهير. فالنهارده عندما لم نوفق في مباراه او بطوله مش معنى كده ان حصل تقصير، ولكن بتبقى امور خارج عن ارادتنا وبيحصل تدخل من مجلس الاداره لتصحيح المسار، وبعد كده بنرجع تاني نستعيد البطولات. بفكر حضراتكم بفريق كره اليد اللي كان عنده ازمه يعني قعدت سنتين ثلاثه، ولكن النادي الاهلي اختار الطريق الصعب انه يختار لعيبه صغار في السن، هذه اللعيبه يعني يتم صقلها ويتم الصبر عليها لغايه ما تستعيد البطولات ثاني، وده اللي حصل مع فريق كره اليد. كره السله نفس الكلام، النهارده الكره الطايره السنه اللي فاتت خليكم فاكرين واللي قبليها يا كباتن راح منا الدوري والكاس سنتين ورا بعض، ولكن نجحنا في النادي الاهلي طبعا بدعم مجلس اداره، يعني نجحنا بشكل كبير ان احنا نستعيد تاني منصات التتويج، سوبر مصري، افريقيا للرجال، والدوري ان شاء الله الكاس بكره، السيدات نفس الكلام خلصوا الموسم، يمكن السيدات اخر بطوله ليهم هي بطوله افريقيا. خلينا نرجع لصاله الامير صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى تاني والزميله هنا بالقاسم، عشان يعني لقاء كان طبعا كان في مشكله فنيه في لقاء الدكتور اشرف صبحي، خلينا نرجع للصاله تاني ولقاء هنا ابو القاسم مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. فإلى هناك من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. ده طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، كان شرف كبير ليا ان اعمل لقاء مع حضرتك. تاهل النادي الاهلي متصدرين المجموعه لنهائيات البال في رواندا، الحقيقه ظهروا بمظهر مشرف جدا للرياضه المصريه، فعايز اعرف راي حضرتك في تاهل رجال النادي الاهلي. لا مش راي، انا فخور طبعا لان ده بينضم الى تطوير الرياضه المصريه وشكل الرياضة المصرية الحمد لله. مش بقول ده عشان أنا وزير الشباب والرياضة، لكن بقول ده يعني بلسان كتير من المصريين، شكل الرياضة المصرية اختلف، اختلف في شكل المنشآت اللي احنا فيها، اختلف في شكل تطوير الأندية، حتى لو في ضغط كتير على الأندية أنا عارف الحقيقة يعني مع ظروف اقتصادية، لكن احنا برضو بنتابع ده. لكن النهاردة يعني بالمظهر ده بالشكل ده البال و يعني كرة السلة، الحقيقة الام بي اي ان هي تبقى افريقيا موجودة هنا، وتأهل نادي مصري للنادي الاهلي بنبارك له طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقه وهيشرفنا، ده شيء عظيم، وبنبارك للنادي الاهلي امبارح على الوصول النهائي طبعا افريقيا كرة قدم، شيء عظيم، ونتمنى له ان شاء الله في النهائي، ونستعد يعني المباراة النهائية مع الترجي في القاهرة، وده يعني شيء كويس تكون النهائي في مصر، وندعو لنادي الزمالك المباراة بكرة إن شاء الله ربنا يوفقهم. والنهاردة كمان مصر فازت بطولة أفريقية للجودو، وكنا بنحتفي كمان بطبعا الفروسية، النهاردة كان النهائي بتاعها، بطولة العربية الأولى للفروسية العسكرية، وبطولة الدولية المصرية، وبطولة الجمهورية الناشئين، دي كلها حقيقة الحقيقة زخم، يعني ما فيش شهر بيعدي إلا ما بنلاقي
في بطولة، لكن كل فريق وكل نادي بيفوز ويرفع كده من شأننا في الرياضة دي حاجة عظيمة جدا، ونتمنى لكل الأندية ونتمنى لكل الفرق والمنتخبات يعني تمثيل مصر بالشكل المشرف لتطوير شكل الرياضة المصرية. ومرة تانية ببارك لفريق كرة السلة النهاردة للنادي الأهلي، وببارك طبعا يعني بشكل كبير جدا. احنا الفترة اللي فاتت دي يمكن أيضا أفريقيا فولي بنين وبنات والسلة وامبارح كرة القدم، كل التوفيق يعني وألف مبروك يعني. طبعا انا ببارك لحضرتك ايضا على كل هذه الانجازات، وعايز اخد من كلام حضرتك الحقيقه انه مصر اصبحت رائده في مجال تنظيم البطولات العالميه والدوليه، ده بنشوفه زي بطوله زي البالن يطلع بالمظهر ده، شكل الحقيقه الصاله مشرف جدا، فعايزين نتكلم اكتر عن هذا التطوير والاهتمام الشديد الحقيقه في الاونه الاخيره. بصي، هو احنا عندنا احنا بنسميها ناشونال سبورت استراتيجي، استراتيجيه وطنيه للرياضه، والاستراتيجية الوطنية للرياضة احنا وضعناها في اول 2019. واحد من البنود اللي موجودة ان مصر تكون مركز وهب لاستقبال البطولات الدولية. ده اسسنا عليه حاجات كتير، مستهدفات كتير. واحد، مستوى التنافسية العالمية. مصر اختلفت في مستوى التنافسية العالمية بشكل كبير جدا، سواء في المنشآت الرياضية. القاهرة واخدة واحدة من 6 مدن عالمية لاستضافة الاحداث. كمان خلى رؤساء الاتحادات المصريين مع انتخاباتهم ودخولهم بقى عندنا عدد لا بأس به في الاتحادات الدولية لرياضات مختلفة. كمان خلى كل الاتحادات الدولية تيجي تشوف مصر فيها انشاءات ايه، يعني عدد الصالات اللي موجودة. احنا شفنا صالة النادي الاهلي، استضافة الفولي بول، وادي هنا مجمع حسن مصطفى زيه موجود في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية زي برج العرب. المدينة الأولمبية، مدينة مصر العالمية الأولمبية، فيها صالتين كبار، واحدة 15,000 على دورين تحت الأرض صالتين، وواحدة 8,000. طبعا واحدة 8,000 مجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة طورناه. الحقيقة أكبر صالة موجودة 17,000، ثم 1750، ثم 750، ثم 750، زائد كل محافظة تقريبا يعني في بعض المحافظات بتنشأ أو مش موجودة، لكن تقريبا في كل صالة في كل محافظة. فإحنا عندنا بنية أساسية كبيرة جدا. كل ده إدانا كمان توسيع قاعدة الممارسة، إن عدد الممارسين في الرياضات المختلفة من خلال القطاع الخاص، القطاع الأهلي، الأكاديميات بقى موجود. حلم إن إحنا برضو الاستراتيجي إن إحنا نكون في كل بيت ثقافة الرياضة، وفي كل أسرة إلى 3 أسر يكون في بطل رياضي. الحقيقة الرياضة بقت حلم موجود، أسسناها لكل المستويات الرياضية الاجتماعية. الأندية بقى عندها أفرع كتير وشركات، زي النادي الأهلي ليه عدد من الفروع وافتتاحات الحقيقة، وأسس أكتر من شركة وأندية أخرى، القطاع الخاص اللي موجود. دي كلها بنية أساسية رياضية، ليس التطوير الرياضي ارتباطا بالعشوائية، لكن هو في تخطيط وفي بلان. نتمنى لكل الأندية المصرية التوفيق، المنتخبات المصرية التوفيق، وكمان مرة بقى بارك للنادي الأهلي على هذا الإنجاز. أخيرا يا دكتور، حضرتك دايما بتكون حريص على التواجد ودعم كل اللاعبين الحقيقة المصريين، فعايزين بقى رسالة قصيرة من حضرتك للاعبي الأهلي كونهم أكيد ممثل مصر. كلنا موجودين عشان الرياضة المصري، هو المنتج الأخير اللي بنهتم بيه، فكل من يدير الرياضة في الاخر هو الرياضي والبطل. بنقول لكم شد حيلكم، احنا معاكم كلكم، بترفع اسم مصر عليا واحنا وراك. بشكر حضرتك جدا، ومره ثانيه سعيده جدا. شكرا، ميرسي جدا، شكرا في سنتي. يعني طبعا ده كان لقائي مع الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وطبعا تحدث عن نقاط مهمه جدا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. وزي ما حضراتكم شفتم طبعا كل الدعم للفرق المصريه وفي مقدمتها النادي الاهلي طبعا في تنظيم البطولات وفي المشاركة الدولية، لأن في الأول والآخر إحنا بنمثل الدولة المصرية في المنافسات الخارجية، أي نادي في مصر طبعا كل الدعم ليه. خلينا نرجع تاني لصالة الدكتور حسن مصطفى ولقاء مع أحد النجوم الحقيقة اللي كان في مباراة النهاردة، وهو من مباراة لمباراة آخر يمكن مباراتين تلاتة بيتطور، ونتمنى نشوف إن شاء الله حفاظ على مستواه وتطور. نروح لهنا أبو القاسم ولقاء مع مصطفى كيجو، اتفضلي يا هنا.
من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم الفريق الأول لكرة السلة. طبعا بعد تأهلهم متصدرين مجموعة النيل إلى نهائيات بال في رواندا، ومعي بقى في هذه اللحظات واحد من نجوم البطولة مصطفى كيجو. ده طبعا ألف مبروك الفوز، والفوز كمان في مباراة النهاردة اللي بالتأكيد كان مهم عشان تتصدروا الترتيب. عايزك تكلمني على البطولة وبالتحديد أكيد مباراة النهاردة، يمكن فزتوا بسكور كبير على بانجي، عايزك تكلمني على المباراة والبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيكي. طبعا بالنسبه لنا النهارده كان فوز مهم، كنا مركزين قوي في الماتش عشان الماتش ده كان ما ينفعش فيه اي يعني استهوان، عشان احنا نكسب ناخد اول المجموعه، نكسب ناخد تاني، فاحنا عايزين نروح لواندا ان شاء الله يبقى سكتنا سهله، ناخد ماتشات قليله لحد الفاينل. كنا مركزين، تعلمنا من خطا الماتش بتاع سيتي اويلرز، لما نزلنا مش مساعدين الجيم كويس، ما كناش جاهزين، ما كناش مركزين معاهم، قدروا يكسبونا، قدروا يعوضوا، قدروا يمشوا معانا طول الجيم كلوز جيم لحد الاخر. طبعا بالنسبه لنا وقع مننا جيم، بس يعني خدناه زي درس، يعني احنا ما نقدرش نعمل كده تاني، ما نستهونش باي فرقه، كل فرقه جامدين، فرقه فاركا بالذات ممكن يعوضوا في اي وقت، فيزيكال صراع كويسين، ما تقدرش تحكمي عليهم يعني من ماتش او ماتشين. اعتقد ان احنا عملنا جوب كويس، يعني ست ماتشات كسبنا خمسه، اللود كان عالي، احنا بنلعب ست ماتشات في 9 ايام. اعتقد الحمد لله يعني قدرنا يعني نطلع بالجول اللي احنا عايزينه، نبقى اول المجموعه ونروح لواندا اول مجموعه باذن الله. عايز اتكلم على دور الجماهير، اكيد كان ليهم دور كبير، شايفينه بيشجعوا الحقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه في كل الجيمز، عايزك تكلمني على الاجواء وكمان دور الجماهير. طبعا الجماهير فرقت معنا جدا، احنا ناخدها حافز مش ضغط خالص، عشان في كتير الفرق او اللعيبه بتاخد الجماهير دي بتبقى ضغط، عشان معظم الناس اللي موجوده عائلاتنا اخواتنا، فكانت لنا حافز كبير، يشجعونا، عايزين نروحوا مبسوطين. بالنسبه لنا الهدف الاساسي اللي هم الناس اللي جايه تتفرج علينا وجايه المشوار ده كله، ان هم يطلعوا من السنه مبسوطين، يعني هم ساعدونا كتير، ان شاء الله يفضلوا واقفين ورانا، احنا في اخر الموسم عندنا كاس وافريقيا ودوري في اقل من شهر ونص، يفضلوا ورانا، يفضلوا معانا، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق 3 بطولات باذن الله. عايزه اخيرا بقى اكلم مع حضرتك، طبعا النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، الحمد لله حققتوا الهدف وتاهل للنهائيات، عايزك بقى تقولي ايه عندكم جاي، خصوصا في ماتشات مهمه اكيد في الكاس، كل مباراه اشبه بالفاينل. احنا عندنا لسه خاصين النهارده، عندنا بكره اجازه، عندنا 2 معسكر، عشان عندنا ماتش يوم الثلاث مع الجزيره في السيمي فاينل، وبعد كده ماتش يوم الخميس اعتقد الفاينل باذن الله بنعدي الجزيره. كله ورا بعض، وهو يعني هنريح يوم واحد. لود طبعا كبير، ينضم معانا سيف وعمر عزب وبراندون المحترف، يعني ان شاء الله نسد كويس، هنتمرن تمرين واحده قبل الماتش، ان شاء الله نقدر يعني نستعد كويس للماتش، عشان هو زي ما قلت لك عندنا كاس افريقيا دوري في اقل من شهر ونص وكلها فاينلز، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا نقدر نحقق كل البطولات باذن الله. عندنا ثقه كامله فيكم الحقيقه ان انتوا هتحققوا ان شاء الله كل البطولات. بشكر حضرتك مره ثانيه والف مبروك. شكرا. يعني ده طبعا كان لقائي مع كابتن مصطفى كيجو احد نجوم الفريق الاول للكره السله، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هاني ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل زملائي في قناه النادي الاهلي المتواجدين في صاله الدكتور حسن مصطفى، وصالك اكيد امير عبد الله الفيصل في مجهودهم وتغطيتهم المستمره لكل الاحداث هناك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا الموسم اللي فات لما اشتركنا في البال برضو خسرنا مباراه كانت قدام بترو الانجولي، ولكن ده كان فال حسن، يعني احنا فال حسن، احنا يمكن البطوله دي خسرنا برضو مباراه امام سيتي اويلرز، فان شاء الله نتفائل خيرا باذن الله ان احنا نروح النهائيات نكسب ونحافظ على اللقب ونشارك في بطوله العالم. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو، كابتن محمد سلعاوي بشكر حضرتك على هذا اليوم الجميل ونورتيني وشرفتيني يا كابتن سلعاوي. احنا انا اللي بشكرك وبشكر المجموعه الهائله من الفولي بول دولت، الناس يعني الاساطير الفولي بول، وكابتن طاهر رجب وقناه الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق اللي في الجاي، وخلاص بقى هننسى البطوله دي ونبص للكاس ان شاء الله. نورتنا يا كابتن طاهر، نورتنا وشرفتنا. انا يعني بشكر قناه النادي الاهلي على الاحترافيه العاليه في التغطيه، من وجهه نظري يعني سواء في الباسكت في البال، وكانت على مستوى كمان تنظيم البطوله كانت القناه في نفس المستوى كما عودتنا، وكم يعني احنا اللي نعرفه عنها، والاحترافيه العاليه دي مش غريبه عليها، وبنشكرك كمان على جهدك، لان فعلا انت بتتعب معانا والله. لا لا بشكرك يا كابتن، وحضرتك يعني كابتن النادي الاهلي بشكرك، وجود حضرتك معانا شرف يا كابتن. لا وبشكر كمان الكباتن ان هم يعني شرفوا القناه
ونسعد ان احنا يعني كنا زمايل في اللقاء الجميل ده. نورتنا وشرفتنا كابتن محمد كتاد. نشكر كابتن العوي كمان اللي حضرنا. طبعا لا كابتن العوي طبعا صاحب مكان. كابتن محمد كتاد بشكرك نورتني وشرفتني وكل التوفيق طبعا للفرقه ان شاء الله او الفرق الرياضيه بكره باذن الله. شكرا جزيلا وانا كنت سعيد جدا باللقاء النهارده مع حضرتك ومع الكباتن الكبار. حقيقي احنا دايما بنتعلم من الاجيال اللي قبلينا، عندهم قدر كبير جدا من العلم ويعني ما شاء الله عليهم كابتن سرعاوي وكابتن طاهر وحضرتك كمان ما شاء الله يعني مميز. فيعني انا بشكركم وكنت سعيد جدا باللقاء النهارده معاك. بشكرك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا نادر، بشكرك شكرا جزيلا. هيثم انا كنت سعيد جدا وكنت مع حضرتك النهارده وسعيد جدا وكنت مع كابتن طاهر وكابتن سلعاوي عمالقه كره السله، وكنت سعيد وفخور جدا ان انا كنت قاعد معاهم النهارده. وطبعا بشكر الجنود المجهولين اللي خلف الكاميرا في قناه النادي الاهلي، ان النهارده كان لود جامد جدا وما بيظهرش في اللود ده غير فعلا الجنود المجهولين، وهم طبعا مش مجهولين ولا حاجه، لكن هم فعلا ادوا اداء احترافي جدا جدا، وده العادي طبعا لقناه النادي الاهلي. ونقول لهم انتوا عندكم قناه توازي القنوات الرياضيه العالميه، ان تذيع ثلاث احداث رياضيه بالضخامه دي كلها في نفس الوقت من غير ما شاء الله الحمد لله نمسك الخشب يعني من غير اخطاء، ما شاء الله حاجه يعني جميله. وانا فخور جدا ان انا موجود معاكم النهارده وبشكرك على المجهود الكبير بتاع النهارده. احنا بنشكرك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، كان يوم اهلاوي باقتدار فوز 3-3. نتمنى ان شاء الله الفوز بكره في نهائي الكاس واللي هننقله لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. نتمنى الفوز طبعا لفريق رجال الكره الطائره، وبشكر حضراتكم اكيد على حسن المتابعه، وانتظرونا في جوله جديده من جولات استوديو.